السلام عليكم. مساكم الله بالخير، حيا الله فيكم. الأستاذ سارة إذا موجودة. السلام عليكم أستاذ، كيف الحال؟ حياكم الله، الحمد لله طيبين. عساك طيب. سوري إذا واجهت صعوبة على أساس تدخل الميتينج. أيوة، عن طريق الجيميل ما طاع يفتح، الأوتلوك على طول الرابط يفتح. الحمد لله أوكي، الأمور طيبة. أنا ما زلت الحين أحاول أستقبل الطلبة، ما زلت ننتظر شوية لحد ما لا يجي. يخالف، عادي، الأمور طيبة. الساعة بعدها 7 دقيقتين، أيوة يحتاج لنا لحد الساعة كذا 7:10، 7:05 يكون أيوة يصير معنا. بالضبط. حتى لو نتكلم يعني مقدمة الحضور أفضل شوية نزيد. يكتمل العدد على أساس أنك بعد تعرف عن نفسك لهم، أيوه فشوية ننتظر لحد ممكن 20 مشارك على الأقل. حاليا ممكن نقول 14. ما شاء الله، كم بتدخل اليوم؟ 37 قلتي. أيوة بس يمكن الطلبة راح يدخلوا من 2 devices، فيمكن يعني بيزيد عدد البارتيسيبنت لأنهم بيدخلوا يمكن من جهازين، يعني على أساس إنهم يحاولوا يطبقوا في الكمبيوتر ايوه. سمعوا من تليفون مثلا. طيب ماشي، بس ننتظر. حتى إذا بغيت يعني نتكلم عن الأشياء هذه العامة، الرسم ولا طيب هو أنا الطلبة أرسلت لهم إيميل على أساس محاور الدورة لثلاثة أيام، ما عملت أيوة. فورورد للإيميل، بس الطلبة عندهم خبر بمحاور الدورة، بس المفاجأة اللي هو الورشة يعني ممكن ما دخلنا في تفاصيلها، يعني خبرتهم إنه في جائزة بس ما دخلنا في تفاصيلها، وممكن نتكلم عن هذا الشيء إن شاء الله. بس حاليا أعمل أدمت للطلبة. ممتاز، أيوة. 18 19 تقريبا مشترك. يصلح هنا أفتح الشاشة على طول، شاشة الجهاز. إذا تبى تقرب. أيوة أيوة، عشان نشوف اللي هو البرامج أو البرنامج والرسومات. أيوة لحظة بس، حتى طريقة تنزيل البرنامج اللي ما نزل البرنامج، ممكن حين هذا الوقت نستغله عشان ينزلوا البرنامج اللي ما عنده أيوه، هو برنامج. أنا أرسلت الرابط بالنسبة للطلبة إذا تسمعوني، أرسلت الرابط على نفس الإيميل اللي أرسلت لكم فيه محاور الدورة اليوم، فموجود حد يعني هو طريقة سهلة جدا، مجرد تضغط على الرابط يظهر لك الداونلود تنزله وبيعطيك ملف مضغوط ويفتح دايركت البرنامج. بس انتبهوا إنه في 2 users or 2 versions للكمبيوتر، يعني 64 أو 32 تقريبا. أنا 64 أستخدم، فشوف الكمبيوتر ويش اللي هو الأنسب إلكم أنتم. مس أيوة أنا واجهت مشكلة في التحميل، يعني ما رضى يتحمل، يعني تحمل الملف بس ما رضى يكتب. ما رضى يفتح. عندك أوكي أنت أي كمبيوتر عندك؟ ماك بوك إيريا. ماك بوك صح، ما بالنسبة يصير. للماك بوك ما يستوي. قالت لكم أنا الويندوز موجود في ال فما هو أعرف إذا ما عندك جهاز ويندوز، وبما أنك عاد دخلتي الورشة، تتابع الخطوات وترسمي على الورق، بس ما بيكون يعني منظمة. أيوة ما اليوم ما راح بتدخلي ندخل في تفاصيل كثيرة يعني، البرنامج اليوم ما راح نستخدمه نهائيا. أيوة بالضبط. فأوريدي أصلا بنسجل حتى الورشة ريكورد، فممكن أرفعها على الكلاس روم ممكن ترجعوا لها. صح، بالنسبة للتسجيل، بدأ التسجيل ولا بيبدأ بعدين؟ لا بادي من لما على طول من فتحت الميتينج. أيوه. كيف نعرف المناسب؟ المناسب قصدك يا الأسماء تقريبا؟
تسأل كيف نعرف المناسب؟ مناسب قصدك شوي البرنامج، قصدك 64، أو موجود عندك في الـ properties بتاع الكمبيوتر setting. راح نرسم في ورق حاليا اليوم، وبكرة نكونوا مستعدين إنه عاملين سكان للورق وبندخله على البرنامج إن شاء الله. بالنسبة للرسم بتكلم الحين عنه، بس بغيت أتأكد إن الكل منزل البرنامج قبل أن نبدأ، وبغيت اللي أتأكد. منزل برنامج raise your hand please، على أساس إني أعرف على الأقل العدد. إيش اسم البرنامج؟ أستاذ أحمد عشان الغفور. نتأكد. إيش اسم البرنامج؟ اسم البرنامج تول اس اي اي سايتو، بس هو مشاركة للشاشة عشان تشوف البرنامج وطريقة تثبيت تنزيل البرنامج. في الإيميل ماريا تسأل وين حصل البرنامج بالإيميل. هذا أنا رسلت اللينك، وممكن دخلوا على هذا اليوتيوب. هذا الرابط المرسول اللي أرسلت لنا حلقة أستاذة. طبعا من تفتح الفيديو بيشرح لك طريقة تثبيت البرنامج، ومن بعد تثبيت البرنامج هنا بيخبروك إنه تحت موجود الرابط، يعني بعد الشرح بتلاحظ إنه تحت الرابط موجود. هنا عندنا نوعين على حسب نوع جهازك، النسخة الجديدة والنسخة القديمة من البرنامج 64 ولا إذا كان 86. طبعا بالنسبه للاجهزه اللي شويه ضعيفه، يعني يمكن في الرسم بتواجهوا مشكله انه يعلق البرنامج ما بالمره على طول، يعني بعدين في النص كذا انت رسمت مثلا الخطوط وبدات تلون وكذا، فتلاحظ انه البرنامج بدا يصير مضغوط اكثر، فيفضل انه يكون الكمبيوتر يعني مره صاحي. هذا الشرح كامل والبرنامج خفيف، وحتى الفيديو قصير يخبرك انك تدخل الموقع، يخبرك انك تدخل الموقع وعلى طول تثبيت البرنامج، والخطوة الثانية يفتح البرنامج طبعا على طول. الخطوة الثانية النسخة الأولى مجانية، لكن النسخة الثانية بعد ما طوروا البرنامج تقريبا الأشخاص اللي طوروا البرنامج كان يبغوا يعني كدعم او شيء من ذا القبيل، فتلاحظ بعض التنزيلات ما يفتح البرنامج عفوا ما يفتح الا يوم واحد، فهم يسووا هذه الحركه نسخ ولصق الملف على السي عشان يعني يكون على طول عندك البرنامج. طبعا اللي يحب البرنامج المجاني كامل ينزل النسخه القديمه سايون، لانه يعني مفتوح البرنامج للكل عادي اي حد يستخدمه. هذا بالنسبه للبرنامج. عاد سمحوا لنا على طول دخلت في البرنامج وما عرفتكم عن نفسي، معكم سعيد الغريبي الأستاذ سارة، بس إذا تأذني لي يعني. أكيد تفضل أستاذ. معكم سعيد الغريبي، طبعا مجال الأنيميشن ورسم الشخصيات الكرتونية مجال قديم، يعني الدول المتقدمة من زمن الستينات وحتى قبل بدوا في هذا المجال، وتلاحظ أنه كانوا يرسموا يعني تحريك بعد الرسمة، بعد ما يرسموا الرسمة لما ينتقلوا للتحريك الانيميشن بتلاحظ انه كانوا يستخدموا اللي هو ورقة ورقة، الطريقة التقليدية، وهي هذه الطريقة اللي استمر عليها في اليابان ولحد اليوم يعني يشتغلوا عليها. طبعا هذا ما معناته انهم يشتغلوا رقميا، الا انهم يشوفوا انه اليدوي او ورقة ورقة يعني كذا اللي هو الانمي يسمى، يشوفوا انه افضل بالنسبه لهم، وصار حتى ثقافه عندهم، صار يعني من التقاليد عندهم، مدينه كامل مهتم في هذا المجال مجال الانمي. ونفس الشيء بالنسبه للستايل الامريكي، نفس الشيء عندهم هناك يعني يسوقوا لهذا المجال بشكل كبير، وحتى اقتصادهم يعني في نسبه كبيره قائم على هذا المجال اللي هو الانمي والانيميشن. طبعا بالنسبه لنا احنا مثل السلطنه والدول الشرق الاوسط
هذا المجال يعني قريب دخل عندنا، فتلاحظ مثلا الدول الثانيه الحين بدت، الدول المجاوره بدت تقريبا من 2017 او 2018. طبعا يتعاقدوا مع الشركات العملاقه، مش على طول يدخلوا ويبدا ينتقل. في شركات كذا خاصه بدت في هذا المجال واشتغلت وانتجوا يعني فيلم كامل، لكن خض منهم وقت طويل بحكم انه يحتاج له تكاليف، يعني تكاليف المونتاج والى اخره من ممثلين الصوتيات، وعاد تعرفوا الخطوات الثانيه اللي يشتغل عليها غير الرسم وغير التحريك. هذه الرسمه او هذه الدوره طبعا بنهتم فقط في الشخصيه، طريقه رسم او تصميم الشخصيه كامل، رسم الوجه ورسم الجسم، وعلى اي اساس احنا نرسم هذه الشخصيه وكيف نبتكرها. يعني بتكون الرسمه مبتكره بالكامل، وبنحاول انه يكون رسم شخصيه عمانيه طبعا على حسب رغبتكم، هل راح نرسم مثلا ولد او راح نرسم بنت. انا افضل بالنسبه لي نرسم ولد على اساس الملابس مشهوره ومعروفه في السلطنه كامل، اللي هو الدشداشه والكمه العمانيه مثلا او الغتره خلنا نقول. هذا اللبس يعني مثل ما تكون معروف عند الكل، بينما ملابس النسائيه يمكن ما في فرق بين السلطنه وباقي الدول المجاوره. فعندكم الخيار، هل تبغون نرسم مثلا ولد ولا نرسم بنت بشكل كرتوني. برجع مره ثانيه اتكلم عن نفسي، انا بديت في هذا المجال من الثانويه تقريبا من الصف العاشر، حاليا اكثر من 10 سنوات انا اشتغل على هذا المجال واطور في مهارتي. من بعد ما طورت مهارتي بديت اشارك في المعارض، واخرها كان معرض دولي، بس ما تمكنت اني اروح الى اليابان. كان في عرض اني اروح وامثل السلطنه هناك ونعرض الكتب والمانجا اللي اشتغلنا عليها، ويعني بالتالي بتحصل فرص من الشركات العملاقه هناك عندهم، يمكن اذا مثلا الشركه هذه عجبت في العمل ممكن انها تتبناه بالكامل، او ممكن مثلا يخلوك تشارك في المونديال عندهم اللي هو المفترض كان السنه القادمه 2020، لكن للاسف الفرصه ما صارت. الحمد لله رب العالمين، يعني مسيرتي حافله في هذا المجال. قدمنا في البدايه دروس وورش عمل في المدارس والكليات، من بعدها اسست قسم التصميم في شركه افاق اسيا، وبعدها على طول قمت بتاسيس شركه كامله في هذا المجال اللي هو كريبتون ستوديو. طبعا هذه الشركه حاليا متوقفه بسبب ظروف كورونا، يعني هذه الفتره واجهتنا صعوبات كثيره سببت ان نتوقف عن الاستمرار في هذا المجال. الحمد لله رب العالمين، يعني الفرص كثيره، بس بسبب هذا المرض يعني تعرقلت الامور شويه، وحاليا الشركه متوقفه. اللي يحب يبحث عن الشركه كريبتون ستوديو او يكتب كريبتون شرطه على تحت او ام على الانستغرام بيطلع لكم الحساب، وهناك داخل بتحصلوا اللي هو الرابط، وبتحصلوا اعمال انيميشن كثيره، ونفس الشيء الكتب اللي هن المانجا على شكل سلسله علميه، والكتاب الثاني الحين صادر بس بعده مش بشكل رسمي، بيكون على السنه القادمه بشكل رسمي، ماده الكيمياء سلسله علميه نفس الشيء. هذا بالمختصر. يعني ليش اتكلم في هذا الجانب؟ عشان تقدر تعرف توجهك مستقبلا، هل انت مثلا عندك الانيميشن ورسم الشخصيات الكرتونيه، هل تهتم في هذا المجال ودك انك مستقبلا مثلا تطور في اللي هو اخراج الافلام وغيره من صناعه المحتوى، وتبدا يعني في هذا المجال وتبدا تاسس مثلا شركه. انك تشتغل في شركه هذا صعب، الشركات الحين باديه تطلع في السلطنه الا اذا كان خارج السلطنه. اما اذا عندك هدف فمن الحين يعني انصح انك تعرف التحديات، تكون عندك المهاره وتعرف يعني كل الاشياء او معظم الاشياء اللي بتفيدك وبتخليك تنتقل لهذه النقله بشكل سريع، او نقله نوعيه تكون وبشكل سريع انك على طول تدخل في هذا المجال. عشان كذا يعني اتوقع انه بتستفيد كثير من الخبره على مدار عن 10 سنوات الحمد لله رب العالمين. وان شاء الله اليوم الدوره تكون يعني فيها كثير معلومات وتستفيدوا باكبر قدر ممكن. طبعا ابغى تفاعلكم، وضروري انها تكون الدوره يكون يعني حتى اللي يقدر يفتح الشاشه يكون الكاميرا،
على راحتك يعني، بيكون شيء ممتاز وضروري انكم تفعلوا معي عشان يكون الرسم مره مركزين ويكون يعني بافضل عمل نطلع. هذا بالنسبه عن نفسي. والاستاذ ساره ما اعرف عندك الموضوع. احسنت استاذ، تسلم، جزاك الله الف خير، ما قصرت. بس في اضافه بالنسبه على اساس انه اوريدي خلاص بنخلص نص ساعه من الميتنج، فما حابه اطول عليكم، بس انا خبرتكم في الايميل اللي ارسلته انه ان شاء الله راح تكون في جائزه على افضل شخصيه مرسومه في الدوره. فتفضل استاذ سعيد، انه الاسبوع القادم يوم الاربعاء راح يصير في تقييم، فعندكم فتره ما بعد الدوره، ما بعد يوم الاربعاء تنتهي، راح تكون عندكم فتره تكملوا فيها الشخصيه اللي بترسموها، وراح يصير تقييم على الاربعاء القادم. راح نعمل ميتينج ثاني للتقييم، طبعا أقل 80% تقييم أستاذ سعيد الغريبي، وممكن نقول 20% من أعضاء القسم راح يقيموا معنا إن شاء الله. المعايير ممكن نتكلم فيهم باكر، أو حتى أرسلها بالإيميل، على أساس أننا ما أريد أستنزف الوقت الموجود نستغله أستاذ سعيد، فممكن تبدأ على طول إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وإن شاء الله بنبدأ الدورة. وإذا حد يعني بغى يعرف أكثر عن المعايير، هي أربع أجزاء، الغالبية بيكون عندكم يعني تعتمد عليكم. ضروري أني أذكرها على السريع عشان من البداية تكون الأعمال يعني عارف وين تبدأ وكيف تنتهي. طبعا أول شيء تقسيمات والجزئيات، رسم الشخصية تكون يعني واضحة، والسكتش المبدئي هذا يكون يعني واضح في الرسمة أو في العمل، سكتش اللي يجي كذا كأنه عظام، وهذا بيكون 10 درجات نظافة العمل كامل. الشيء الثاني الخطوط وترتيب الشرائح، تعرفوا أنه في البرنامج أكيد درستوا في شرائح وفيه مجلدات، تكون كذا في صندوق الشرائح والمجلدات، هذا ضروري يكون مرتب وبالاسم، يعني مثلا هنا الرأس، هنا العيون، هنا الفم، نكون يعني لما نفتح الملف نعرف ويش رسمت ووين وصلت يعني بالضبط في الرسمة. هذا نفس الشيء يكون عليه 10 درجات أو 20 درجة مقسمات، وبتوصلك المعايير. وثالثا اللي هو التلوين واختيار الألوان المناسبة، بالإضافة إلى اختيار الملامح وتعابير وجه، واختيار يعني الوضعية بالنسبة لرسم الجسم، والإضافات اللي راح تضيفها، هذه كامل 50 درجة، كل شيء عليه 10 درجات، إذا 80 درجة عندك بالكامل، تقدر يعني تجيب 80 من 80 بالكامل. أما 20 درجة الأخيرة، 10 درجات هو تقييمي لجمالية اللوحة الرسمة، والعشر درجات الثانية يكون إدارة القسم عندكم يعني يشوف الأفضل ويعطي هذه 10 درجات، ما بالضرورة يكون 10 من 10، يمكن 8 7 على حسب الرسمة يعني نفسها وعلى حسب رأي المقيم. هذا بالنسبة للمسابقة. طبعا اللي يحب يشارك بيكون ضروري يخلص العمل كامل ويسلمنا على الأسبوع القادم. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. طبعا أنا بفتح البرنامج الحين، وآخر شيء بنتكلم عن البرنامج الحين، فقط بخبركم كيف الرسم، طريقة رسم الوجه ورسم الجسم بشكل سريع، وإن شاء الله باكر بيكون رسم الوجه، واليوم اللي بعده بيكون رسم الجسم. اليوم الأخير، اليوم الثالث، إذا لحقنا يعني بنتكلم عن الإضافات اللي ممكن نضيفها عن 20-40، يعني مثل يمكن احتمال نسوي النظارة ويكون نرفق هذا الشعار اللي هو 20-40، الشعار معروف هيك أستاذ سارة، اللي هو ممكن يعني نرفقها على هذه النظارة، وبخبركم بالحركة حتى الإضافات ممكن نضيفها من مواقع مثل فريبك ولا شاترستوك وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. الحين الساعة 7:21، إن شاء الله على 7 على 8:30 نكون خلصنا ننتقل للبرنامج.
طبعا اللي يسأل في الشات إن شاء الله الأستاذة ترد عليكم، لأن أنا بكون منشغل هنا في الرسم وأحاول أوصل لكم يعني الشرح بأفضل طريقة ممكنة. قبل هذا بس نسيت عن خليكم تشوفوا مجموعة من الرسومات عشان الفكرة توصل. طبعا هذه الأعمال كلها أعمالي وعشان توصلكم الفكرة مبدئيا إنه الشخصيات اللي راح نشتغل عليها تقريبا مثل هذه. الحين بتفتح الصورة. يعني مثل هذه بس يكون الرأس يكون واضح والجسم نفس الشيء، يعني يكون واضح وبشكل أو بوضعية تكون أفضل، يكون متكامل، رسم متكامل. ممكن يكون مثلا، بس هذا مضيع علي هنا شراء. هذا ما ممكن نشيله، الخط فوق الخاص في الإعدادات ما في طريقة. أيوه هي الرسمة واضحة مثل هذه الشخصية، ومثل إذا كان بنرسم بنت مثل هذه الشخصية تكون شخصية بسيطة. هذا الرسم اللي راح نشتغل عليه إن شاء الله، ونبدأ على طول في الوجه. بس هذا ما ممكن نشيله اللي هو الخاص بالإعدادات، لأنه أنا عندي لما أفتح زوم يكون اوريدي يعني انسحب على فوق، تبقى الشاشة فاضية. أستاذ سارة كيف أستاذ؟ هذا ما ممكن نشيله اللي هو الخاص بالإعدادات، يطلع عندي اللي تحت ولا اللي فوق؟ أنا عندي يطلع فوق، لأني من قبل يعني لما كنت أفتح هذا البرنامج. أوكي إذا إذا قصدك ممكن بس إنه يعني لما أشيل الفارق يكون يرتفع عشان أقدر أرسم في الشاشة. إذا ما ممكن عادي، الأمور طيبة بضبط. والله ما حاولت أخوزه. ماشي بس الأمور طيبة. بنتكلم عن الوجه على طول نبدأ عشان الوقت. أي حد عنده أسئلة يسأل قبل أن نبدأ، يمكن الكلام اللي قبل قلته ولا شيء حد يعني عادي تفاعلوا مرة، عادي تكلموا على راحتكم، خذوا راحتكم، ترى ساعتين إن شاء الله نخلص على الجدول يعني اللي متفقين عليه. في عندكم أي استفسار، أي سؤال؟ أنا حالياً أعمل شات أصلاً، ففي الحين جلست أراجعها أشوف ماشي تسجيل للورشة. خلاص تسجيل already، أنتوا تعرفوا أن التسجيل موجود. بعد أستاذ أحمد ما بيقصر، بينزلوا على قناة اليوتيوب للقسم، وراح يكون موجود مثل ما تعودنا في كل الورشات، موجود على الكلاس روم. اللي ما عارف ينزل برنامج شي يسوي، موجود اللي هو كيف تنزل برنامج في اليوتيوب. شي ما أتوقع بالنسبة للبرنامج يعني إحنا الحين ما راح نستخدمه، بس في آخر يعني نص ساعة. أيوة. بنتكلم اليوم ما راح نستخدمه، بس اللي يبغى يدخل على كود الكلاس روم لقسم التصميم ممكن يرسل لي على الإيميل، إيميلي sara_salmi، وبرسل له اللي هو الكود، وممكن أنا بس أشوف من الكلاس روم وبنسخ الكود هنا في الشاتنج بعد. بس خلوني بس أركز على كمية الأسئلة اللي أشوفهم. أوكي ما مشكلة، بالنسبة للبرنامج عادي ممكن تتواصلوا معي شخصياً وأقدر أفيدكم بشكل مختصر يعني. فاليوم نحن ما راح نستخدم البرنامج، هو مجرد شرح، ممكن تاخذوا نوت فقط، ممكن تاخذوا نوت على
البرنامج والأدوات وكذا، وبكرة راح نشتغل عليه. اليوم راح نشتغل على الورق. بالضبط مثل ما قالت أستاذة. نبدأ؟ نبدأ أستاذ، ابدأ. إن شاء الله. طبعاً رسم الوجه، في البداية نرسم الوجه بشكل مباشر، بعدين إذا شفنا أنه في مجال بنرسم من اليمين أو اليسار سكتشات. من خلص رسم الوجه على طول بننتقل رسم الجسم. أول شيء يعني دائماً أنصح في الورشة وفي أي دورة أقدمها أنه إذا تقدر يعني تجيب لك كذا ورقة وتجلس تشخبط عليها، تشخبط مرة، خذ راحتك، شخبط كأنك أول مرة تشوف ورقة، وشخبط ودور وخبص مربعات مثلثات أي شيء. ليش نستخدم ذي الحركة؟ عشان تخف يدك، يكون يعني مع الوقت يمكن أنا أول مرة أسوي الدائرة ما تضبط صح، ما تقيس يدك، ولا ثاني مرة ولا ثالث مرة إذا كان يعني دي ما متعودة من قبل أو قليل أرسم ما متعودة أسوي هذا الدوائر. مع الشخبطة أمسك أي ورقة أشخبط مرة، أسوي أي شيء في الورقة أخبص فيها، أخليها على جانب، أجيب ورقة ثانية، أول ما تسوي الدائرة على طول بتضبط عندك وبتطلع يعني بالشكل اللي تريده. في الرسم، رسم الوجوه أو الشخصية ككل، دائما كل حد وستايله. يعني أنا الحين بعطيكم درس لكن ما بالضرورة تلتزم عليه، يعني مرة بالكامل تمشي عليه خطوة خطوة. ممكن أنك تشتغل بأسلوبك. كيف بأسلوبك؟ هي الخطوات واحدة، تقسيم الوجه، هنا العين، هنا الأنف، هنا الفم. لكن مثلا ممكن شخص بيشتغل على الشكل الدائري يستوي التقسيم، شخص ثاني لا بيشتغل على الأشكال الهندسية، بتلاحظ أنه اللي يسويه كأنه فيه تكسير مربعات كذا، بعدها يبدأ عادي يرسم الرسمة بالشكل اللي هو يشوفه مناسب. فكل شخص يعني هو ستايله وأسلوبه. فعشان كذا يعني ما بتلتزم 100%، اللهم الخطوات تكون تعرفها، وين أرسم العين، كيف أعرف المقاس بين العين الأولى والثانية، والمقاس بين العيون والأذن والأنف والفم مع الحواجب، والشعر كذلك كيف ممكن أرسمه بشكل يعني لائق. في البداية بنرسم اللي هو الوجه بشكل مباشر، نرسم طبعا الدائرة ونقسمها بالنص. بما أن إحنا بنرسم، أول شيء أتخيل لو أعرف الرسمة اللي أريد أرسمها، هل أنا برسم شخص مثلا صغير ولا كبير، كم عمره، هل بيكون مائل للشكل الكرتوني بشكل كبير ولا مائل أكثر لرسومات الأنمي، لأنه في فرق. هذا كيف نعرفه؟ طبعا الدائرة هي ما تتغير، والتقسيم الأفقي والعمودي ما يتغير، اللي يتغير عندكم الدائرة. فإذا كنت أنا أبغى أرسم طفل أرسم دائرة بالضبط، إذا كنت أبغى أرسم رضيع يكون دائرة، يعني خلني أسوي بلون ثاني، يكون دائرة منضغطة كذا بهذا الشكل. ونفس الشيء إذا كنت أبغى أرسم مثلا خلنا نقول عجوز أو شايب، إما أنها تكون منضغطة بهذا الشكل أو تكون منضغطة بهذا الشكل. إذا أبغى أرسم خلنا نقول شباب مرة في النص، 35 سنة خلنا نقول مثلا، فيكون تقريبا يعني شكل الرأس تقريبا يكون بيضاوي. إذا نبغى نرسم شخص خلنا نقول يسموه كهل في اللغة العربية، شخص ما بين 45 إلى مثلا 65 سنة، فنرسم تقريبا شكل مستطيل كذا، تقريبا يعني تقريبا شكل مستطيل، ونصغر في الملامح، تكون منطقة الملامح صغيرة، منطقة الملامح صغيرة، شوف على طول يتشكل عندك ويبدأ يطلع الشكل عندك واضح. إني أنا جالس أرسم شخص عمره ما بين 45 إلى 65 مثلا سنة أو قرب 70. فهذه الدائرة تقسيم هو ما يتغير، الخط العمودي والخط الأفقي. في البداية أحدد الشكل اللي أبغى أرسمه، إذا كان بشكل كرتوني أكثر يفضل أنها تكون دائرة بالضبط،
وإذا كان يعني عندي فكرة ثانية مثل ما خبرتكم أعدل في الدائرة بالنفس. الشيء الثاني المهم قبل أن نبدأ في العيون والملامح، إني لما أرسم الدائرة ضروري الدائرة تكون متناسقة أو لائقة. خلنا نقول كيف متناسقة؟ شوف لما أقلب مثلا الشاشة بتلاحظ إنه في أخطاء، مثلا كأنها الدائرة جاية على داخل، فأنا أرفعها أزيدها أعدل، ونفس الشيء الجانب الثاني. طبعا هذا ما بالضرورة كذا أسويه أشتغل عليه، عادي الدائرة مثل ما هي بعد ما أتمرس، عادي الدائرة مثل ما هي. لكن لما أجي أرسم أكون حاط في خيالي إنه والله هنا الدائرة شوية خطأ، برفع الخط، برفع مستوى الخط، يعني بعد ما أبدأ أرسم خلاص أعرف وأتمكن من الرسم. أما إذا مثلا بتسوي الدائرة من البداية مرة 100% بيرفكت، على طول بتطلع يعني بتطلع المقاسات عندك مضبوطة. قلنا أول شيء الدائرة، نقسم الدائرة بالنص، 1 2، هذه أول خطوة ممكن تدونوها على الورقة، وننتقل للخطوة الثانية. الخطوة الثانية بخبركم بالتفصيل مواقع كل حاجة نرسمها، مثل العيون وين موقع العين، وين موقع الأذن، موقع الأنف، موقع الفم، ومن بعدها أبدأ أرسم بالترتيب، أرسم العين، الأنف، الأذن، الفم، الشعر، وأنا ورايح. الخطوة الثانية مثل ما قلت، هذا الخط بيكون في النص، بنفس المقاس، والدائرة الثالثة على يسارها بنفس المقاس. بتلاحظوا هنا عندي مسافة صغيرة وهنا مسافة صغيرة، تبقى مسافة على يمين العين الأولى، خلنا نقول هذه العين الأولى رقم 1 وهذه العين الثانية، هنا بتلاحظ في مسافة وهنا في مسافة صغيرة، بعدين تجي نهاية الدائرة أو نهاية الخط. هنا بنرسم العين، بنرسم العين في الداخل وبنرسم في الخارج الحاجب. هذا بالنسبة للعين، الجزئية الأولى في النص تماما. طبعا الخط العمودي بيفصل بين العين الأولى والعين الثانية، ممكن دونه الحركة، أتذكر دائما أنه هنا بتبقى مسافة. هذه المسافة بي، تكون نفس المسافة تقريبا. هذه الدائرة الأولى للعين وهذه الدائرة الثانية. هذه المسافة بين العين الأولى والعين الثانية اللي هي الدائرة الثالثة في النص. هذا بالنسبة لجزئية العيون، وين احنا بنرسم العين بالضبط، موقع العيون. ننتقل للجزئية اللي بعدها، الحين جالسين بس نحدد أو نقسم الدائرة بالكامل عشان نعرف وين نرسم العين، وين نرسم الأنف، الفم، وإلى آخر. ننتقل للجزئية اللي بعدها باللون الأحمر عشان تشوف الفرق. هنا منتصف الدائرة خلنا نقول 0، وهنا نهاية الدائرة خلنا نقول 1، سالب 1، هنا 1. نص الدائرة في الأسفل نقسمه مرة ثانية بالنص، بيكون تقريبا هنا نص، ونص الدائرة فوق نفس الشيء نقسمه بالنص نص. إذا هذه التقسيمات الثانية، النص السفلي والنص العلوي.
هذه التقسيمات الثانية. اسمحوا للطاولة يمكن تتحرك ويطلع أنت كمان، يعني الشاشة ما واضحة، أو حتى الكاميرا هنا ما بالضرورة نطلعها، إذا ممكن بس نلغي. إذا في طريقة، ما أعرف إذا عندك طريقة أستاذ زارة تلغي الشاشة عادي بيكون أفضل عشان يطلع كامل الرسم. أوكي، ألغي شاشتك أنت؟ قصدي عن الفيديو، إذا في طريقة، إذا ما في طريقة عادي المطلوب، عشان قصدي تطلع الشاشة عندهم كامل، ما يكون فيه جزء مقطع كذا. طيب. طبعاً النص هنا كلنا نقسمه مرة ثانية بالنص، نص الدائرة في الأسفل نقسمه بالنص، ونص الدائرة في الأعلى نقسم نفس الشيء الدائرة بالنص. هذه نهاية الدائرة وهذه نهاية الدائرة من فوق. هذا بيساعدنا في النص السفلي، بيساعدنا أن نحدد منطقة الأنف. هنا منطقة الأنف، نهاية الأنف بيكون هنا في الخط عندنا، هنا هذه نهاية الأنف من الأسفل. أما بداية الأنف من اليمين ومن اليسار فيكون على نهاية الدائرة، هذه دائرة العين الأولى خط كذا، هذه دائرة العين الثانية خط كذا، وتكون بداية الأنف من اليمين ومن اليسار على بداية العين من الداخل، بداية العين الأولى وبداية العين الثانية من الداخل كذا، هذه الدائرة ننزل على الخط على تحت ونحدد منطقة الأنف. إذا هنا منطقة الأنف هذه. في الرسم الكرتوني بترسم الأنف بعدة أشكال، وممكن أنك تسوي فقط خط واحد، هذا بنقيها بعدين عادي الأمور طيبة، بس عشان نحدد الموقع. خلصنا من الأنف، بترسمه بالشكل سكتش عندكم، أعطيكم فرصة ترسموا سكتش. حاليا سكتش نرسم على الورق. كيف؟ مناسب على الورق؟ بس أكد على الطلاب إنه نرسم سكتش على الورق، يعني لا تخافوا إنه ما منزلين البرنامج. إيه بالضبط. دكتور ممكن سؤال؟ ما أنا بعدني له، لا إني أستاذ ولا دكتور، مرة الأمور طيبة حتى إذا تنادوني باسمي. سكتش اللي يعني نسويه يكون عماني ولا عادي أي شيء من خيالنا يعني اللي بنسويه؟ الحين سكتش أي شيء عادي، حتى أنا برسم الشعر. ليش؟ لأنه فقط تحديد المنطقة، يعني وين نرسم الأنف، بداية الأنف نهاية الأنف، العيون نفس الشيء بداية العين نهايتها. سكتش يعني لتحديد كل الجزئية، من بعدها بنرسم الشكل وبنرسمه شكل عام يعني كذا، حتى الشعر بنرسمه الحواجب كل شيء. بعدين احنا بنرسم عاد اللي هو من نبدا في الرسمه باكر، رسم الوجه، بنرسم الكمه، بنرسم مثلا الرقابه هنا كيف نرسم الطربوشه هذه مع هذه الدائره هنا المعقمه، بنرسم كامل التفاصيل. اليوم بس فقط نعرف كيف نرسم الوجه وكيف نشكله. تفضلي. الانف لازم ينزل لتحت ولا عادي يعني يكون شوي فوق؟ شفت الخط الأخضر لما قلت نصف الجزء السفلي من الدائرة مرة ثانية نصفه بالنص، تكون نهاية الأنف على هذا الخط. بعدين في الرسم ممكن يتغير لما أبدأ أرسم، لكن كأساس يكون على نهاية الخط نص أو ربع دائرة، هذا الخط الأخضر. بداية الأنف من اليمين من اليسار على نهاية أو بداية العين من الداخل، بداية العين من الداخل، العين الأولى والعين الثانية. هذا نسوي لكم كيف الشكل يكون. واضح عندكم؟ لا سكتش واضح عندكم في الشاشة؟ ايه واضح استاذ. ننتقل إذن الجزئية تحت هنا آخر ربع، رسمنا احنا النصف الأول العيون والأنف،
أو الثلث الأول. الثلث الثاني هذا مرة ثانية نقسمه عشان نرسم الفم. مرة ثانية هذا بالنص يكون عشان نرسم الفم. بالنسبة للفم يعني المفترض أنه نرسمه بعد العين. لما أخلص رسم العين شفته عشان أرسم الأنف، أنا سويت خط من الدائرة أو بداية الدائرة أو نهايتها من الداخل على تحت لحد الخط الأخضر اللي هو النص، ورسمت بداية الأنف. بداية العين يكون الخط، هذا الخط يكون من نهاية المكلة. نفترض أن المكلة هنا، نرسمها هذه المكلة، خلني أرسمها بلون ثاني. هذه المكلة نفترض، هذه المكلة، نرسم خط من نهاية المكلة أو بدايتها وإحنا نرسمه على تحت. لما يتقاطع معناته هذا بداية الفم. نفس الشيء المكلة الثانية، التقاطع اللي يظهر عندنا في التنصيف الأخير، ننزل خط كذا، معناته هذا بداية الفم. خلنا نقول كذا، تقاطع هنا بداية الفم. نفس الشيء الجانب الثاني، لاحظوا الفرق. الأنف على نهاية العين، نهاية العين بالكامل. العين يجي فيها البياض، بياض العين، ويجي فيها المكلة. نهاية العين من حتى من المدمع، إذا بترسم المدمع تنزل خط بداية الأنف. نهاية المكلة تنزل خط بداية الفم يعطيك. على أي مستوى؟ على المستوى الأخير هذا، على المستوى الأخير. وإيش هو المستوى الأخير؟ نصف النصف اللي تحت. يعني إحنا هنا حددنا النص، هنا بيكون نص النص، فهمتوها؟ يعني بيكون هنا سالب ربع، بيكون هذا اللي هو الخط الأفقي بالنسبة للفم. بداية الفم ونهاية الفم يكون على نهاية المكلة. إذا ما واضحة هذه الخطوة عادي اسألوني، والحين هذه ضروري تدونوها طبعا. لحد هنا العيون الأنف والفم أعطيكم مجال تدونه، وبننتقل للأذن والشعر والوجه والحواجب نفس الشيء. كل شيء واضح لحد الحين؟ عندكم أي أسئلة؟ بننتقل لرسم الأذن والحواجب. طبعا الحواجب أنا حددتهم مسبقا اللي هو نهاية الدائرة من فوق، نهاية كل دائرة تسوى خط. هذا بالنسبة للحاجب، ممكن نوضحه فقط للتوضيح. هذه الدائرة نسوي خط كذا، أو على حسب نوع الحاجب اللي ترسمه. هذا بالنسبة للحاجب. الأذن شفتوا المسافة اللي رسمناها من قبل A والمسافة B على نهاية الدائرة. عندك خطوتين، إما أنك تبدأ على طول في الوجه ومن بعدها ترسم الأذن، أو العكس ترسم الأذن ومن بعدها على طول الوجه. خلنا نقول إحنا بنبدأ مثلا في الأذن، الأذن الأولى هذه B، ما نرسم من نهاية الخط كذا، نرسم الأذن الخط بي، ما نرسم من نهايته، نرسم من النص، من المنتصف هنا، منتصف الخط نرتفع كذا على فوق،
نوصل لحد الحاجب، شفتوا الحاجب؟ نوصل لحد الحاجب، وصلنا لحد الحاجب ننزل. ارتفعنا فوق، وصلنا لحد الحاجب، بعدين نزلت إلى الأسفل. لحد وين ننزل؟ طبعا أنا بديت من خط B، ارتفعت نزلت، لحد هنا ننزل لحد خط الأنف، هنا الخط هذا الأخضر خط الأنف، أنزل لحد هناك وأسوي خط. هذا بالنسبة للأذن. أشكال الأذن عاد هذا بعدين نفس الشيء، كيف أنا أرسم شكل الأذن من أذن إلى أذن يختلف. هذه نهاية سؤال. المسافة اللي بعد العيون كبيرة أو صغيرة أو على حسب؟ لأنه صار عند البنت شوية مسافة كبيرة. هو عادي الحالتين، إذا صارت المسافة كبيرة الشكل بيطلع يعني مختلف، ما بيطلع خطأ لأنه رسم كرتوني. هذا السكتش إحنا رسمنا ثلاث دوائر، في سكتش ثاني ممكن ترسم ثلاث دوائر على اليمين من الخط العمودي وثلاث دوائر على اليسار. الدائرة الثالثة من اليمين ومن اليسار هي بتكون دائرة الأذن، والدوائر اللي هي في النص تكون دوائر العين. فهذا ما تخاف منه هذا الموضوع، يعني الرسم بيطلع في النهاية حلو. أنا الحين ما أقدر أشوف عندك، ولا كان بعدلك بشكل أفضل، لكن ما أتوقع أنه بيستوي خطأ، لأنك أنت اوريدي رسمت الدائرة الأولى، دائرة الرأس مضبوطة، من بعدها رسمت اللي هو الدوائر الثلاث اللي في النص بالنسبة إلى الدائرة الكبيرة. إذا مسوي هذه الخطوتين صح 100% العيون تجي مضبوطة، حتى وإن كانت المسافة كبيرة المسافة صغيرة. ومثال على هذا، هذه الرسمة مرة ثانية، هذه الرسمة، هذه الرسمة بتلاحظوا هنا العين مسافة كبيرة جدا على يمين العين، لاحظتوا المسافة لحد ما وصلنا الأذن، ونفس الشيء المسافة الثانية من العين نهايتها لحد الأذن مسافة كبيرة جدا، يعني مش مسافة بسيطة، تقدر ترسم ثلاثة عيون. فهذا عادي. ليش عادي وليش ضبطت الرسمة؟ لأنه أساسا الدائرة الأولى دائرة الرأس مضبوطة، من بعدها أنا سويت ثلاث دوائر على اليمين وثلاث على اليسار، دوائر صغار. هذه هنا منطقة العين، يعني الستايل فقط اختلف، تقسيمة العين، أهم شيء تكون النسب مضبوطة، فتطلع العين عندك عادي مرة 100%. هذا بالنسبة للأذن. نرجع مرة ثانية نسوي خط كذا وننزل. الحين بنرسم الوجه من بعد ما نزلنا، هذا بس بشكل يعني مبسط، أنت تقدر ترسم حتى الوجه على طول كذا، ترسم الوجه. وطبعا بما أنه بنرسم طفل أو بشكل كرتوني أكثر، فما بنرسم بهذا الشكل اللي هو خط كذا وبعدين خط كذا. ليش؟ لأن الطفل غالبا الذقن عنده، أو هذا يسمى بالعربي الفصحى اللحيين، هذا الجانب يكون يعني عنده ما واضح، فينزل كذا، ينزل تستوي دائرة، تستوي دائرة. يعني خلنا نقول بسرعة على السريع كذا، عاد على حسب مهارتك. الحين بما أنه درس يعني يمكن ما تضبط على طول الرسمة كذا، يجي لاحظتوا يعني تحديد الشكل هنا، هذا إذا يسمعك، ما أعرف إذا يسمعك، المفصل هنا مفصل العج ما يكون اللي هو كأنك ترسم شخص كبير. ليش؟ لأنك أنت من البداية حددت أنك ترسم طفل من بداية الدائرة، فما يصلح أسوي هذا الشكل، بيطلع في شيء خطأ في الرسمة. إذا أسوي الوجه بهذه الطريقة، دائرة وتكون من تحت مضغوطة، أو حتى بعض الرسامين ما يرسموا العج، العج أو هذا الذقن ما يرسموه، على طول كذا يسووا، يرسموا دائرة ويرسموا الرقبة على طول، ونفس الشيء من اليمين كذا يسووا. ليش؟ لأنهم راسمين طفل، إحنا بنرسم الدائرة كاملة.
هذا بالنسبة إلى الأذن والوجه من تحت. نفس الشيء الجانب الثاني، نرسم نفس الحركة بس الجانب الثاني. إيه؟ يعني عند الخطوة عند هنا المقاس إيه؟ نرتفع إلى الحاجب، هذا الحاجب، وننزل ننزل لحد نهاية الأنف، هذا خط الأنف، ومن بعدها نسوي دائرة. الخطة الثانية هنا عندي لما رسمت الأذن، عشان أشرح لكم هذا الرسم رسمته. لما ترسم أذن الطفل نفس الشيء، حاول ترسمها صغيرة لأنه تكون أذنه صغيرة بعدها، فترسمها صغيرة ما بهالشكل، عادي بعدين إحنا بنعدلها وبنرسم من جديد. يعني تفاصيل بعدين نرسمها، تفاصيل العيون، الأنف، الفم، هذه التفاصيل بنرسمها مرة ثانية. أهم شيء تعرف كيف ترسم الوجه. خلصنا إذن الوجه من تحت والأذن. بتلاحظوا الحين الخط اللي فوق ما رسمنا لحد الحين فيه شيء إلا أجزاء بسيطة من الأذن والعين والحواجب. بتلاحظوا تشكيلة الجمجمة واضحة، خلاص أنا مسوي شكل الدائرة. وإيش اللي ينقص؟ ينقص أني أسوي منبت الشعر من الداخل، المنبت، وتعرفوا نوع عينيجي إذا النسيان في الدارسين في الثانوية، اللي هو عرف الديك، ويجي الثاني هذا الدائرة، شكل دائري نسيت وش يسمى بالضبط. المهم منبت الشعر نرسمه من الداخل، ونرسم الحواجب أو الشعر من الداخل كامل والشعر من الخارج كامل عشان نحدد اللي هو شكل الرأس. قلنا في نوعين في الوجه، رسم الوجه، النوع الأول هذا والنوع الثاني هذا. كل واحد يشوف وين أفضل على حسب الشعر اللي راح يرسمه. نسوي مثلا نص دائرة، بعدها ننزل تحت على الدائرة نفسها، على الدائرة نفسها. ونسوي ذي الحركة، نفس الدائرة، ونسوي هذه الحركة اللي هو المفترض أنه يكون عند الزلف أو نهاية الشعر من تحت، يكون بهذا الشكل مائل. هذا الشعر من الداخل أو منبت الشعر، لما أجي أسوي خطوط كذا يظهر عندي إنه منبت الشعر. تمام. لا أنسى الخط الخارجي للدائرة والسكتش المبدئي اللي رسمته أول شيء، اللي هو الخط الأزرق هذا، ما أنسى، موجود، يكون موجود. أنا رسمت الحين الشعر من الداخل، أرسم الشعر مرة ثانية من الخارج وأحدد شكل الجمجمة. كيف أحدد شكل الجمجمة؟ بتلاحظوا هنا الوجه عندي رسمته بذي الطريقة، فأنا لو جيت أكمل الوجه كذا بهذا الشكل يستوي الشكل عندي مرة 100% كأني جالس أرسم جمجمة، لكن أنا ما برسم كذا، بس عشان توضح عندكم الفكرة كيف منظور الوجه. أنا برسم على طول من هنا شكل الرأس من الخارج أو الشعر. في نقطة ضرورية أعرفها بشرحها بعد ما أكمل الشعر، بس شوفوا لما ترسم الشكل خطأ بيتلاحظ على طول عندك. يعني أنا الحين رسمت شوية الشعر على داخل، الدائرة ما مضبوطة، يعني تلاحظ الخطأ. تلاحظ أنه يعني في شيء خطأ في الرسمة. في حد يوصل في الشات؟ لحظة بس.
في شيء ضروري قلت أبغى أخبركم عنه. طبعاً هذا اللي هو الخط باللون الأخضر نهاية الخط الأزرق أو حدود الخط الأزرق، الدائرة الأولى اللي أول شيء سويناه، ونفس الشيء هنا حدود الخط الأزرق من تحت. تمام؟ لما أرسم الشعر أنزل من الدائرة على داخل، أنزل حاجة بسيطة، ما أنزل واجد، ما أنزل لحد هنا مثلا وأسوي الخط على أساس أني أنا أسوي من بيت الشعر، لا أنزل حاجة بسيطة. ونفس الشيء لما أرتفع وأرسم الشعر أو منبت الشعر من الخارج أو نهاية الشعر، نفس الشيء يكون مسافة بسيطة، ما أرتفع واجد أوصل بعيد، يكون حاجة بسيطة بس. هذا المقاس تقريبا. وبكذا بنكون رسمنا اللي هو سكتش الوجه بالكامل. الحين خلاص أنا عندي سكتش أقدر أعدل فيه، أقدر أحوله مثلا أرسم من طفل أخليه شوية أكبر في العمر، أصغر العيون، أكبر الوجه، أخلي الوجه مثلا بشكل طولي، أقدر أصغره أطفل، أصغره أكثر وأخليه طفل يعني اللي هو يعني رضيع توه ما كمل سنة، بس أضغط الدائرة وأخلي الرسم العيون مثلا تكون شوية أكبر، الأذن أصغر، الفم يكون أكبر، الأنف أصغر. ويعني هذه التغييرات البسيطة بتعرفوها بتلاحظوها في الصور في الطبيعة، بتلاحظوها في الرسومات الكرتونية، بتلاحظوها في كل مكان، إن الطفل دائما تضغط الوجه وتتغير مقاسات بعض الجزئيات، ولما يكبر نفس الشيء المقاسات الملامح وغيره تتغير مع النمو. هذا بالنسبة للسكتش. يبقى عندي حاجة واحدة نفس الشيء ما ننساها، الرقابة. طبعا لما أرسم طفل ممكن إن الرقبة أنت ما ترسمها وتكون كخطوط هنا خارج، تكون كخطوط في الخارج. خلني أرسمها باللون الأحمر عشان توضح، تكون كخطوط كذا. ليش؟ لأني راسم طفل، يعني رقبته بعدها ما بادي أطلع. لما أرسم طفل شوية أكبر ويبدأ يعني أكون على عمر 8 سنوات، تكون رقبة على نهاية المقلة نفس الشيء كذا، صغيرة تكون، ما تكون رقبة كبيرة، ما تكون هنا مثلا واصلة، مستحيل إنك تحس الطفل كذا يعني بهذا الشكل، فيكون رقبة على نهاية المقلة. ونفس الشيء ما تدخل أكثر، يعني ما تدخل مثلا على نهاية العين وتقول أنا بغى أرسم رقبة وترسمها كذا أصغر عن الفم، بيطلع يعني الشكل فيه شيء خطأ، رقبته واجد صغيرة، فإحنا نرسمها على نهاية المقلة هنا إذا حبينا نرسم رقبة. إذا كان طفل أصغر مثل ما قلت لكم يكون نمسح رقبة ونرسمها كذا، نرسمها في الخارج، يعني على طول راح نرسم الأكتاف. هذا بالنسبة لسكتش الوجه. الحين الساعة 8 بالضبط، بننتقل رسم الجسم، وبيكون بشكل سريع رسم الجسم لأنه بيكون حصة كاملة بعد بكرة. بعطيكم فرصة لحد 8:05 عشان ترسموا سكتش وتسألوني، كل حد عنده سؤال يعني يطرح عليه السؤال. هل عادي نستخدم برنامج غير عن البينت؟ أكيد طبعا، بس أنا استخدمت هذا البرنامج عشان أعطيكم اللي هو الفكرة منه على نهاية الحصة، بعطيكم الفكرة أنك ترسم الرسمة على طول بشكل سريع ما تتأخر. إذا عندك مشروع، حد مثلا قال لك ارسم لي شخصية، فأنت بدل لا تأخذ مثلا 3 أيام في رسم الشخصية بترسمها في نص يوم عن طريق هذه الأداة اللي هي موجودة في برنامج الإلستريتر اللي هو الخط. شفت الخط؟ هنا مسهلين هذه الحركة بشكل يعني بتستغربوا الحين لما تقربوا، يعني مرة الشكل مسهل، ترسم نقاط وعلى طول يطلع عندك الشكل مثل ما تريد. وحتى في التلوين نفس الشيء مسهلين الموضوع. حد عنده أي سؤال؟ نفس الشيء يعني إذا ممكن تنقل السكتش كامل. اللابتوب صعب نتحكم بالماوس خصوصا لو ما شاشة لمس.
هو أتوقع مع التعود أستاذ، صح؟ نفس الشيء، هذا من ضمن النقاط ليش نستخدم إحنا برنامج البين تو ساي، لأنه في هذه الأداة، أداة الخط، وحتى إذا عندك ماوس تقدر ترسم. يعني مرة بيكون الرسم بسيط حتى إذا ما عندك. أنا رسمت من قبل رسمة قبل أن أشتري الجهاز، وكنت راسمها بالماوس وطالعة مرة ممتازة. في التلفون أتوقع ما موجود برنامج، موجود في الآيباد بس وشكله مختلف، يعني ما مثل الكمبيوتر، ما مثل الحين هذا اللي عندنا، مختلف شكله. طبعا في برامج كثيرة، أنا أشتغل على هذا البرنامج لأنه البرنامج خفيف، يطلع لك أعمال بجودة عالية يعني قوية، بعرض لكم بعض الأعمال القوية، وتقدر ترسم بشكل سريع، وحتى إذا ما عندك لوح رسم أنت ما معذور، تقدر ترسم حتى بالماوس. فمثلا ما تقول أنا ما أقدر أرسم الشخصية إذا حد طلب منك رسم، ليش لا أجرب حتى بالماوس؟ في النهاية إذا ما ناسبت الرسمة بيرفضها وعادي، يعني يعني عادي. أتوقع أنا إذا تريد تستخدم برامج ثانية أو واجهت صعوبة في تثبيت، أو ما عندكم مثلا عندكم آيباد من أبل، فممكن أنكم تستخدموا برنامج ثاني، بس يعني القواعد اللي يشرحها الأستاذ هي نفسها، أهم شيء القواعد بس. أيوة بالضبط. الآن ممكن بالضبط. يختلف على حسب أريحية الاستخدام لكل واحد. أيوة بالضبط، ونفس الشيء يعني البرامج، من برنامج إلى برنامج بتلاحظ فيه اختلافات في السرعة، في جودة الرسم. يعني مثلا بتحصل برنامج الجودة مرة فوق الممتاز لكن يعلق عليك، فهذا إذا أنت ما باغي تتأخر في الرسمة ما تشتغل عليه، اشتغل على برنامج ثاني يكون أسهل سريع. أما إذا مثلا الرسمة مهمة وأنت تبغى تطلع بجودة ممتازة مرة، رسمة تكون ما شيء مثلها، عادي اشتغل على البرنامج هذا اللي يعلق، خذ راحتك يعني فيه، يكون تعرف أنك بتتأخر. بروكريت كثير أسمع شباب يعني يشتغلوا عليه، أنا ما اشتغلت عليه لحد الحين، بس إن شاء الله الفترة القادمة ناوي أنزله عشان بس أعرف عنه. نفس الشيء هذا البرنامج ممتاز، وفي ناس إذا تعرفوا الأستاذ مظفر المعماري منسوي دروس كاملة عن برنامج بروكريت، وعاطنكم حتى بيعطيكم كتاب كامل، كتاب ملخص كامل طريقة الرسم والتلوين وإلى آخره. وبالنسبة اللي يستخدموا أبل، أيوة البروكريت يمكن يكون أفضل وبروفيشنال، يعني مثل الإليستريتر وسهل. وبس أنا يعني لما جربت بعض البرامج بعد في الرسم شفت إنه في بالنسبة للطلبة اللي أو مستويات الطلبة اللي موجودين عنا، في حتى أسهل من البروكريت، يعني ما شرط إنه فقط هو الموجود في الساحة والمكتسح معناه إنه هو اللي يناسبكم، لا، أنت اكتشفوا في واجد كثير برامج موجودة في الأبل، كثير برامج موجودة أندرويد، يعني في كثير برامج، اكتشفوا اللي يناسبكم يعني بعد سكتش بوك. أيوة حتى مثلا المشاريع، لما حد يطلب مشروع أنه يكون على برنامج البي أس فوتوشوب، أنت ترسم هذا البرنامج اللي متعود ترسم عليه أو تشوفه أنه أسهل، بعدين حفظه سيف أز مثلا فوتوشوب وعادي سلمه. في النهاية هو أساسا ما يعرف في البرامج، بس يعرف أنه هذا البرنامج مشهور وهذا المعتمد، لكن ما يعرف أنه البرامج الثانية نفس الشيء ممتازة في الرسم. طبعا الفوتوشوب مخصص للتصميم، حتى الانستليتر قليل ناس ترسم في الانستليتر لأنه ما مخصص للرسم أساسا. فأنت إذا مثلا واجهت هذا الطلب أنه والله لازم يكون على البرنامج الفلاني، رسم على هذا البرنامج إذا كان فيه خاصية تحويل. هذا طبعا فيه ممكن تسوي سيف أز فوتوشوب. سكتش بوك نفس الشيء، برنامج ممتاز. الحين الساعة 8:06 ونستمر إن شاء الله. طبعا هذا الوجه أنا بسويه عندكم هنا في جروب كذا، أجمع كل الشرائح. في سؤال بعد، سارة الريامي تسأل، نريد التعرف على البرنامج أكثر والقوام والأدوات. خلنا بس نخلص من السكتش وبتتعرفوا على البرنامج إن شاء الله. إن شاء الله.
هذا بالنسبة للوجه. طبعا الحين بنشتغل على الجسم. بالنسبة للعيون أنا ما رسمت العيون ولا الأنف ولا الفم ولا الحواجب، هذا فقط سكتش، يعني وين أرسم العين وين أرسم الفم وإلى آخر المسافات بين كذا وكذا، هذا فقط لتوضيح الرسم كيف أنا كيف أشتغل على الرسم وكيف ممكن أطلع بالشكل اللي أريده. بعد في شيء جميل يعني بعض الرسامين يستخدموه، أنا ما استخدمته لحد الحين يمكن مرة أو مرتين، اللي هو بتلاحظ البعض مثلا بيجيب شكل صورة زرافة مثلا أو دلفين، وبيحاول يرسم شخصية يعني توحي للمشاهد أو الشخص اللي يشوف الرسمة أو الشخص اللي يشوف هذه الشخصية توحي له بشكل أو بآخر بالدلفين مثلا. ليش؟ لأنه هو أساسا جاب، شفتوا الدائرة اللي رسمناها أول شيء، هو جاب شكل الدلفين، رأس الدلفين، وسوى المقاسات كامل، خذ المقاسات بعدين عدل فيها وخلاها تتماشى مع وجه الإنسان. هذه الطريقة اللي يستخدموها، أو يجيبوا الشكل العام ويعدلوا فيه، يعني مثلا بيزيد من حجم الجسم، بيصغر من حجم الرأس أو العكس. الشكل العام هو هذا، يلعبوا فيه ويلعبوا في المقاسات اللي هي هذا اللي احنا الحين جالسين يعني نشتغل عليها. فهنا عاد كل واحد يتفنن على راحته، لأنه إن شاء الله في التقييم هذا بيساعدكم، يعني اللي نشوفه فاهم وعارف الرسم، عارف كيف يطلع بأفكار جديدة وحلوة، أكيد هو اللي بيفوز. هذا بالنسبة للوجه. قبل أن نبدأ رسم الجسم، ضروري تعرفوا أن رسم الجسم أنواع يختلف. مثلا أنت إذا كنت بترسم شخص طويل، بتحاول قدر الإمكان تخليه نحيف، أفضل مش بالضرورة يعني. ليش؟ عشان تبرز فيه ملامح الطول، أنه هذا إنسان طويل، شخص طويل. نفس الشيء إذا كنت ترسم شخص قصير، بتحاول تخليه أعرض. هي سالفة وجه لما ضغطناه، نفس الشيء أنت تبغى ترسم شخص قصير، بتحاول تخليه يكون قصير وعريض نفس الشيء عشان تبرز هذه الصفة. إذا شخص مثلا عليه جسم، عنده قوة جسمية، نفس الشيء في شكل خاص. إذا شخص متين، شكل مختلف. هذه التفاصيل كامل بتلاحظوا كل فنان يرسمها بطريقته، وبعضهم يستخدموا الأشكال الهندسية، وبعضهم يستخدموا الدائرة فقط أو شكل واحد، مثلا يستخدم المربعات. نفس الشيء بالنسبة للمفاصل، المفاصل اللي نرسمها كل حد يرسمها بطريقته، والمفاصل هنا تهمنا عشان نعرف إذا كنت أنا باغ أرسم بنت غير عن إذا كنت باغ أرسم ولد. هنا بيختلف في المفاصل، بعضهم يغير في المفاصل، بعضهم يغير في الجسم من البداية، يعني المفاصل هي بس يغير في مقاسات الجسم بطريقة يعني ثانية. المفاصل طبعا أفضل، لأنك أنت بتعرف بالتحديد وين أرسم هذا وين أرسم الشكل الثاني. الحين بنتكلم عن هذه الأشياء بشكل سريع، وإن شاء الله الساعة 8:30 أو 48 دقيقة بنبدأ نتكلم عن البرنامج. شيئين الأهم اللي هو، أو جزئيتين الأهم، خلنا إحنا نكون هنا بنرسم رقبة عشان نعرف شكل الجسم بالكامل، ومثل ما قلنا اللي هو من داخل المقلة نسوي خط، ومن بعدها نبدأ نرسم الجسم. الجزئيتين المهمات اللي هي جزئية الصدر هنا،
وجزئية الحوض. هذا أهم جزئين في الرسمة. أول ما ترسمهم خلاص أنت كأنك رسمت الجسم كامل وتقدر تتحكم فيه على راحتك. طبعا التقسيم نفس الشيء، الدائرة هنا بالنص يكون، والصدر هنا يكون خط عمودي، والخط الأفقي يكون مرتفع. تقسم نفس الشيء بالنص والخط الأفقي يكون مرتفع. في حاجة بعد مهمة، لما أرسم الجسم كيف بتحكم هذه الدائرتين أو المستطيل والدائرة، كيف بتحكم على الوضعية؟ عن طريق تحريكها. مثلا هذه الدائرة أحركها هنا، فأنا بغير الوضعية كامل على طول، الوضعية تتغير. أخليها مثلا هنا تتغير، أخليها هنا تختلف، هنا تختلف. إذا خليتها سيدة مرة 100%، طبعا ما في موجود شخص كذا سيدة 100% بيرفكت، ما في أبدا، مستحيل تحصل. فقط إحنا نرسم كذا عشان نعرف يعني بالضبط التفصيل أو تقسيمة يعني الجسم، وكيف نرسمها مع المفاصل عشان نعرف يعني الأبعاد. لكن لما نجي نرسم الشخصية مثل ما قلت لكم بنغير. إذا كنا بنرسم ولد بيكون كالآتي. المفاصل هذه بتكون هنا دائرة المفصل الأول والثاني، المفاصل هذه تكون بهذا الشكل. لاحظوا الفرق. الحين لو جيت أمد خط هنا وخط من هنا إلى هنا، بتلاحظوا إنه جاي هذا الشكل. بتلاحظوا إنه جاي هذا الشكل بما إني أرسم ولد. لو بغيت أرسم بنت أكبر الدائرة تحت، وبيكون الدوائر أو المفاصل هذه بتكون متساوية، بتكون كذا بهذا الشكل. طبعا الدائرة هنا تحت نكبرها عشان نعرف نرسم الشكل صح كذا. وبكذا بنكون حددنا الجنس، هل نرسم بنت أو ولد. خلنا نرجع للرسم السابق. أنا برسم لكم بشكل بسيط. طبعاً لما نجي نرسم المفاصل في شكل شوية معقد، لكن يطلع الشكل أوضح، الرسمة تطلع مرة يعني ممتازة. اللي هو أنا برسمها الحين على السريع بس ما تهتموا فيها. بترسم اللي هو الحوض بالكامل، بترسم دائرة كذا ودائرة كذا، بيكون هنا في مفصلين. بعدين بترسم مرة ثانية العظم هذا وهذا العظم، ما تهتموا فيه نهائياً الشكل اللي الحين تشوفوه. هذا يعطيك الوضعية مرة 100% على حسب اللي تريده. بعدين ترسم اللي هو المفاصل الثانية، وآخر شيء بترسم القدم. هذا ما تهتموا فيه، أنا بخبركم بالطريقة الأسهل. هذا بالنسبة للأقدام. ونفس الشيء اليد، نفس الشيء فيه تقسيمه بس ما بالضروري الحين أرسمها. الشكل الأبسط اللي حس عمره أنه متمكن عادي يشتغل على كذا، وبعدين يسألني وعادي عسى نحصل فرصة في نهاية المحاضرة، مش اليوم، آخر يوم يسألني يعني لاحقا. الشكل البسيط أو المبسط اللي هو نرسم خط، نمد خط كامل لحد هنا وخط كامل لحد هنا، ونرسم مفاصل القدم ومفاصل الركبة. نفس الشيء بالنسبة لليد، خط كذا ونرسم اللي هو المفاصل، هذا المفصل الأول والثاني. بكذا بنكون خلصنا رسم اللي هو اليدين والكيون. هذا طبعا تقسيمة الجسم بسيطة، ومثل ما خبركم الحين إذا جيت أغير الدائرة أخليها مثلا شوية على اليسار،
خلنا نقول مثلا في سكتش ثاني كذا سريع. لو جيت مثلا نفترض خلينا الدائرة هنا بلون ثاني، خلينا الدائرة شوية نزيحها هنا، والمستطيل مثل ما هو، المستطيل مثل ما هو. الحين هنا المفصل الأول والثاني نحط كذا مثلا، يكون خلنا كيف نكون نبغاه يكون واقف كذا، والرجل هذه سيدة، هذا الرجل سيدة، هنا المفصل وهنا نرسم القدم. معناته الوضعية تغيرت. لما تجي ترسم الجسم بعدين بتلاحظوا انه الشكل اللي يطلع مرة جدا ممتاز. ليش؟ لأني أنا باغي إنه يوقف بهذه الحركة. إذا لازم أحرك شوية الدائرة على اليسار. نفس الشيء بالنسبة للوضعيات الثانية تماما، أي وضعية تبغى تشتغل عليها ضروري تحرك الدائرة، وحتى اللي عاد بقى يحس عمره إنه متمكن يقدر يحرك نفس الشيء اللي هو منطقة الصدر، يحركها مثل ما يريد. بهذه الطريقة بتمكن يعني تسوي وضعيات مرة جدا ممتازة، وأي حد يشوف الرسمة بيقول والله هذا رسمه مختلف، هذا فيه شيء رسمه يعني عجبني بس ما عارف ليش. طبعا أكيد في سر، وأكيد في الأساس يكون هو السر، يعني أنت كيف ترسم رسمة، كيف الأساس اللي ماشي عليه، بعدين عارف التفاصيل، والله كيف أرسم ملابس، كيف أرسم مثلا اليد، الأصابع وغيره، عاد هذا شيء ثاني، عاد هنا على حسب مهارتك أنت كيف، هل تضبط الرسم أو لا. لكن إذا كان الأساس مضبوط والله حتى لو الرسمة تخنبيك بتحس إنه فيها شيء يعني مميز، لأنه الأساس مضبوط. خلنا نبدأ ننتقل نمشي على اللي هو التقسيمة اللي نريدها. الحين خلاص أنا رسمت الأساس مثل ما قلت قبل، أكمل الجسم كذا زين، وأرسم هنا اللي هو يعني نفترض انه لابس اللي هو فانيله كتفه. ليش لابس فانيله مكتفه؟ عشان تقدر تعرف تقسيمات الجسم بالكامل، يعني اقدر اشرح لكم تقسيمات الجسم بالكامل. أستاذ في سؤال، وين أسهل نستخدم طريقة الخطوط أو طريقة الدوائر والشكل البيضاوي علشان يحددوا الجسم والمفاصل؟ السؤال شوية ما واضح. هو إذا استخدمنا الدوائر أسهل، أنا أشوف أنه أكثر الرسامين استخدموا الدوائر، لكن بعض الرسامين يعني أسلوبهم مختلف فما ينفعهم يستخدموا الدوائر. أنت تكتشف أسلوبك في البداية لما تشخبط على الورق، لاحظ وين تروح يدك. إذا كان تحسها تروح بشكل متكسر معناتك اشتغل على الشكل الهندسي. إذا تحس إنه والله دوائر وتموجات اشتغل على الدائرة أفضل. ما أعرف إذا كذا على حسب ما فهمت يعني من السؤال. ممكن حتى ممكن إن تفتح المايك الأسماء تقريبا وتتكلمي. أوكي فهمت خلاص أولنا. طيب طيب لحد هنا أتوقع ضروري ترسموا ذا الشكل. ليش أنا رسمت فانيلة مكتفة ويعني والهاف بهذا الشكل؟ عشان تقدر ترسم الشكل يعني بشكل ممتاز. الحين من بعدها الخطوة التالية بتكون يعني مهمة. عندكم كذا دقيقة تشتغلوا على الفانيلة. خلصنا. الحين بالنسبة للوجه أو الجسم نوصل بس، خلاص ما بقى عندنا غير التوصيل. فنسوي خط كذا رقبة وخط كذا، واحد اثنين.
الكتف هنا لما أجي مرحلة الكتف برتفع شوية كذا، برتفع لأني جالس أرسم كتف، بتلاحظوا إنه يعني الخط يرتفع بعدين ينزل كذا على نهاية الدائرة اللي رسمتها المفصل، بعدين يرجع كذا مرة ثانية. تمام، نفس الشيء من الداخل على الخط، على الخط اللي رسمته شوية خارج. لما أوصل اللي هو المفصل نفس الشيء أحاول أسويه بشكل متكسر. ليش؟ عشان يوضح عندي بالتفصيل. لاحظتوا كيف الشكل اللي رسمته؟ ممكن حتى تسوي خط عادي. الحين كذا رسمنا اليد، نفس الشيء الجانب الثاني عند المفصل شوية نسوي الشكل كأنه متكسر كذا. أهم شيء يكون على الخط ومن الخارج، ما ندخل على المفصل. ورسمنا اللي هو اليد الثانية. تمام، الرقابة، اليدين، باقي الأكتاف. ليش أنا رسمت مكتفة، فانيلة مكتفة؟ عشان تعرفوا أنه هنا فيه اللي هو الإبر، عشان يتحدد عندنا كذا يجيب هذا الشكل. وهذا وين بينفعنا؟ بينفعنا لما نشتغل على شخصيات معضلة. ليش؟ لأنه أنت ما معقولة أنا أرسم عضلات وفقط أتذكر العضلات الأمامية، حتى هنا في عضلات في الأسفل اللي هو تسمى عضلات الجناح تقريبا اللي يتدربوا في رفع أثقال. فهذا يعني بيساعدكم إنه والله اليد هنا في الأمام، بعدين يجيك اللي هو الجناح. نفس الشيء تقسيمة العضلات من الداخل بيفيدكم شوية شوية، يعني مع الوقت هذه بتفيدكم كثير. هذه الحركة في الداخل بتعرفوا أهميتها. هذا بالنسبة لليدين. ننتقل للكف، بنرسمه بشكل بسيط مستطيل، ونحدد اللي هو مستطيل فوقه عشان اللي هو مفاصل الأصابع، ونبدأ نرسم 1 المفصل الأول، 2 3 4، وهنا الصبع هذه الكبيرة، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2. تمام، بشكل كبير هذا المستطيل الأول لليد. بتلاحظوا أنه ما 100% مستطيل، لا شوية جاي مائل كذا. وهنا المفصل، المستطيل فوقه، وهنا المفصل الأول، 1 2 3 4، وهنا اللي هو الصبع الكبيرة مثلث كذا، 1 2 3، هنا 1 2 3 4، بعدين المفاصل، 1 2 3 4. خلاص رسمت الكف، شفتوا كيف رسم الكف؟ طبعا هذا المفصل ما ضروري نرسمه، بس عشان تعرفوا، لأن الرسم الكرتوني أصلا هذه الأشياء ما توضح. بس مثل ما قلت لكم مسبقا، كل ما كان عارف الأساس، كل ما كنت عارف الأساس، كل ما كان رسمك أفضل. الحين برسم الكف الثاني على السريع. هذا بالنسبة لليدين، ويبقى عندنا الجزئية الأخيرة، الرجول، الرجل الأولى والرجل الثانية. إن شاء الله في 4 دقائق القادمة أو 10 عادي لحد 48 نخلص الرجول. بإمكانك ترسم سكتش،
هذا الدرس بيفيدكم واجد باكر، درس الوية ودرس الجسم بيفيدكم بعد باكر، فضروري انك تدون على الورق وترجع له يعني قبل المحاضرة كذا على السريع، تشوف الورقة ويعني تشوف الخطوات كاملة، استرجع الخطوات عشان لما تجي ترسم الوجه وترسم الجسم ترسمه بالشكل يعني بشكل احترافي. خلنا نقول نفس الشيء مثل ما قلت قبل، أرجع مرة ثانية أقول بما أني أنا أرسم شكل كرتوني، هل هذا الجسم يتناسب مع الوجه؟ طبعا لا، هذا فقط عشان تعرف تقسيمات الجسم. لما أجي أرسم طفل بطبيعة الحال بيكون الجسم أصغر عن كذا، الرأس يكون كبير والجسم يكون صغير، حتى الرقبة ما بتكون كذا، فضروري ذا الشيء تعرفه. طيب خلنا نرسم القدم أو الرجول، نرسمهن على مهل على الراحات مرة، ونتخيل لو افترضنا والله أبغى أرسم لابس هاف شوية أطول، كيف برسمه؟ برسم خط كذا وخط كذا، لاحظت بدأ الجسم يتشكل على طول مرة، بدأ يتشكل، وأرسم خط كذا وأرجع أرسم أكمل الهاف وبيتشكل الجسم كامل. أنا إيش اللي سويته أساسا؟ لو جيت على الأساس شفتوا من المفصل هذا من المفصل هذا الأول الدوائر الأولى، واحد اثنين إلى الدوائر الثانية المفاصل الثانية، في الأساس أنا رسمت لحد المنتصف، وهذا بالضبط لما ترسم شخص لابس هاف يعني مش شورت، الشورت يجي لحد هنا لحد فوق الركبة تقريبا أو تحت الركبة شوية، لا أنا جالس الحين أرسم بالضبط بالتحديد بلهجتنا العامية يعني كلها، وبكذا يعني بكون أنا رسمت لحد المنتصف وعطيت الجسم تشكيلته يعني. الحين أنا رسمت الجسم وبتلاحظ أنه يعني مرة ممتاز. خلنا نكمل، لو نفترض مثلا بغينا نرسم، خلنا نقول هل نرسم شورت مثلا ولا نرسم ركل على طول؟ أفضل نرسم شورت بالنسبة لي. إيش اللي بسوي؟ طبعا بيكون الشكل أكبر يعني الهاف بيكون راس على الرجل على القدم بالضبط، فلو جيت أرسم الرجل بيطلع بهذا الشكل، بيطلع بهذا الشكل، بعدين هنا أسوي اللي هو الركبة، بعدين هنا بسوي اللي هو الساق، شفتوا كيف شكل الساق؟ سهم كذا شوية تنزل بعدين ترجع هنا أطول يكون، وهنا خط، هنا نفس الشيء تنزل ترجع وهنا خط تصير، هذا الساق. وآخر شيء برسم القدم، تمام؟ لكن عشان الرسم يكون أفضل ويكون بجمالية ويكون يعني بشكل لائق أكثر، خلنا نغير من الملابس، خلنا نرسم شورت مثلاً، بتلاحظ إن الخطوط الداخلية تختلف تماماً. أنا رسمت الخط على اليمين والخط على اليسار ويكون بشكل أكبر طبعاً، طبيعة الحال بيكون بشكل أكبر، وأرسم حتى هنا اللي هو المستطيل الأول، إحنا نقول عن حزاق، المسميات الحقيقية ما نعرفها طبعاً، ما موجودة أظني بالإنجليزي، زين، من الداخل بيكون مختلف، ما بنرسم الشكل بالتحديد، لا، بنرسم الشكل بذي الطريقة. يعني حتى بعضهم يرسموا اصلا الشكل كامل، يرسموه كامل الشكل كذا، كل حد يرسم بطريقته، فانت مره رسم على اللي يناسبك، تشكيله البنطلون او الشكل الشورت اللي انت تشوفه، يعني مثلا هنا نضيف اللي هو اشكال تناسبك وخلاص، بتكون رسمت يعني شكل ثاني. خلنا نقول نرسم بنطلون، كيف نرسم بنطلون؟ نفس الشيء خط، بس هذه المرة الخط بيكون على حسب شكل الرجل، مثلا هذا الرجل جاية سيدة بنرسم الخط سيدة،
وهذا الرجل شوية مائلة، بنرسمها كذا. تمام؟ لما نجي نرسم شكل من الداخل نحاول نشوف صور حقيقية، بتلاحظوا انه البنطلون اما انه يجي مرتص من تحت كذا مثلا، بعدين يجي عريض من فوق، وعلى حسب ستايلات اللي ترسمها. اذا طبعا كان مرتص بيكون على شكل القدم تماما، او انه يكون مثلا كبير، بتلاحظ انه مثلا الشكل الاول كذا والشكل الثاني مثلا جاب هذه الطريقه. اللي احاول اوصله انه تشكيله البنطلون على حسب ستايل اللي انت تشوفه، يعني ما فيها والله هذا صح هذا خطا، ستايل اللي انت ترسمه. احيانا يكون يعني احيانا حتى بتلاحظ يرسموا هذه الحركه عشان تستوضح الفكره اكثر، بتلاحظ انهم يرسموا في افلام الكرتون هذه الحركه، احيانا هذه الحركه خاصه اذا رسمت شخص طويل ويرسم كذا ويظلل هذا الشكل كامل. لما يتحرك على حسب الوضعيه تتحرك، اللي هو يتحرك الشكل، بتلاحظ انه راسم مره لون اسود يعني كامل، وبتلاحظ ان الرسم ممتاز لان الشكل والاساس ممتاز، ما بيضيع عليك على شكل. في الاخير بترسم هنا شكل القدم مثلا، هنا القدم الاولى هنا القدم الثانيه، بنرسمها ان شاء الله بالتفصيل. شكل القدم بالتفصيل كالآتي، طبعا على حسب الزاوية. إذا بترسم القدم كذا وحدها بيكون بهذا الشكل، شفتوا المستطيل اللي رسمناه فوق اليد؟ نفس الشيء مستطيل، لكن بهذا الشكل بيكون المستطيل تحت، بيكون كأنه مثلث. في الأخير الحين أنا رسمت بشكل كبير، خلنا نصغر المستطيل تحت، وفي الأخير هنا اللي هو الأصابع. هذا إذا كانت على زاوية، ولا ننسى القدم، هذا القدم، هذا إذا كنت أنا أرسم الرجل على الزاوية كذا هذا الشكل. إذا كنت أرسم من الأمام بيكون نفس المستطيل بس بالعكس، مستطيل اليد إحنا قلنا بهذه الطريقة، إذا كانت اليد كذا بهذا الشكل المستطيل يكون على داخل، هنا العكس المستطيل يكون على خارج. ونرسم المستطيل الثاني ونرسم الأصابع، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، خلاص رسمنا القدم. التقسيمات الداخلية عاد هذا تشكلها على راحتك، هذا إذا كنت ترسم الرجل كامل يعني. غالبا أنت وش بتسوي؟ غالبا بترسم حذاء مثلا ولا نعال، بترسم على حسب الفكرة اللي في بالك، وما بتضطر يعني تسوي شيء صعب. هذا بالنسبة لرسم الجسم. هذه الصورة برسلها حلكم، وطبعا نفس الشيء مسجل الدورة كاملة مسجلة، وأكيد بيرسلوا لكم الدورة كاملة، وبيكون الدرس تقريبا واضح، نسخة كاملة بتكون عندكم. بالنسبة للتقسيمات ضروري نعيد مرة ثانية على الجسم ونشوف التقسيمات.
التقسيمات عشان أسهل لك الموضوع، اللي يعرف عن النسبة الذهبية معناته خلاص يعرف التقسيمات كاملة، اللي ما يعرف عن النسبة الذهبية يروح ويبحث عنها. طبعاً النسبة الذهبية بالمختصر أنا بتكلم، لأنه هو في رقم تقريباً 1.63 أو شيء كذا، لكن أنا بعطيكم بالمختصر يعني نبسط الشكل أكثر. أستاذ، بس قبل لا ننتقل للنسبة الذهبية، في سؤال: هل في مسافة بين الصدر والحوض؟ لأنه في الرسمة حسيت أنه ما راكبة مسافة كبيرة. أيوة، الحين النسبة الذهبية هي اللي تحل المشكلة، يعني الحين جالس أتكلم فيه لأنه المقاسات كامل تعتمد عليها. الجسم الإنسان مرة يعني بالدقة، يعني اللي هو جسمه طبيعي مرة بالدقة تحصل فيه رقم، وحسبوها يعني العلماء، ورقم أكيد 100% 1.63 تقريبا او شيء. ايوه، هم متعلمينها النسبه الذهبيه، بس ما اتوقع الكل خذ الكورس، او ممكن ما مركز. ما ضروري تستخدمها، ما ضروري تستخدمها. أيوة. بالمختصر عندنا مثلا ذا المستطيل نقسمه ثلاث اجزاء، بالمختصر ثلاث اجزاء. مثلا انا جالس ارسم اليد، برسم المفصل الاول هنا وبنزل لحد النص او شويه مرتفع وبنزل لحد النهايه، لأني جالس أرسم اللي هو اليد أو مفاصل الذراع يعني، وآخر شيء أرسم الكف. مثلا جالس أرسم الجسم، بتشوفوا الحين كيف في الجسم. مثلا جالس أرسم الوجه، الوجه بيكون بهذا الشكل دائرة وفي النسبة الذهبية، ونفس الشيء النسبة الذهبية موجودة هنا، فبتلاحظها في كل مكان وفي كل زاوية موجودة عندك. خلنا نتكلم عن تقسيمة الجسم أهم شيء، ونفس ما ذكرت يعني في السؤال بين الصدر والحوض. أنا قلت شيء قابل اللي هو مهم جدا، اللي هو لما تحرك الدائرة حتى لما ترفعها وتنزلها تتغير عندك الوضعية. أنا الحين راسم شخصية كذا سيدة مباشر عليك، هذا مستحيل يعني تحصل حد 100% واقف سيدة، ما تجي كذا العظام، فبتحصل حد مثلا الحوض عنده مرتفع حد نازل على حسب الوضعية. فأنا إذا جلست كذا معناته الصدر عندي في الأمام اللي هو المستطيل، والدائرة جاي في الخلف. المسافة بين الصدر والدائرة جدا قصيرة، وأحيانا يكون متلاصقة. ليش؟ لأنك جالس ترسم شخص جالس ما واقف. إذا كان ترسم شخص واقف بيختلف نفس الشيء، وهذه المسافة متغيرة، ما بتكون يعني مسافة 100% يعني محددة كذا برقم، إلا أنه لما تجي تقسم وتعتمد خلنا نقول النسبة الذهبية بتلاحظ هذه المسافة دائما يعني متناسقة. خلنا نقول إحنا تناسق، خلنا أشوف لون مناسب. يعني دائما حاول تخلي رسمك متناسق، هذا من بداية المستطيل إلى نهاية الدائرة. لو تسوي خط كذا من بداية الدائرة إلى نهاية الدائرة، وخط كذا من بداية الصدر إلى نهاية الصدر، بتلاحظ نفس التقسيمة اللي رسمتها قبل شوية في النسبة الذهبية. يعني المفترض أنه يكون نفس المقاس، واحد اثنين كذا ثلاثة. هذا ينطبق على كل شيء، على الوجه، على الأقدام، على الرجل. خلنا نطبقها مرة ثانية، الحركة على الرجل. على الرجل بتبدأ من المفاصل نفس الشيء، وبتنتهي بالمفاصل هذه، بتلاحظ نفس الشيء. تذكروا لما رسمت لحد الهاف كنت قاسم للنص، وهذا لحد المفصل القدم، وهذا لحد مفصل القدم هنا، ومفصل الركبة هنا، لاحظت؟ فنفس الشيء يعتمد نفس المقاسات ونفس التقسيم. معناته أنا لما أجي أرسم أحط كذا معيار في خيالي، إنه ضروري أي شيء أرسمه واحد اثنين ثلاثة نفس المقاس. أرسم اليد واحد واحد اثنين ثلاثة لحد نهاية المفصل، واحد اثنين ثلاثة عشان يتناسق ويكون بشكل ممتاز. بعدين أرسم كذا نفس الشيء القدم، واحد اثنين ثلاثة، بعدين أرسم القدم،
آخر شيء نفس الشيء الجسم كامل ككل واحد اثنين ثلاثة. الحين الجسم كامل ممكن أخلي نفس الشيء من المفصل إلى المفصل عادي على حسب الشكل اللي أنا أرسمه. طبعا هذا بينطبق على كل شيء، بينطبق لما أرسم لمتين، لما أرسم شخص معضل عليه جسم، لما أرسم أي إن كان شخص قصير أي حد ينطبق عليه هذا التقسيم. هذا بالنسبة لسؤالك، وأكيد يعني كان من ضمن الخطوات اللي راح أخبركم عنها، بس يعني ما بالضرورة لما نشتغل على الرسم ما بالضرورة توضحه، لا وقت التسليم يعني ما بالضرورة توضحوا التقسيمات هذه لأنها بتضيع عليكم. يعني أنا الحين لو سويتها يمكن بتضيع علينا في الرسم اللي هو واحد من بداية المستطيل إلى نهاية الدائرة، واحد اثنين ثلاثة عشان يطلع الشكل ممتاز، واحد اثنين ثلاثة. نفس الشيء هنا من بداية المفصل إلى نهاية المفصل، واحد اثنين ثلاثة. هنا في النص تقاطع، هنا في النص تقاطع، بدأ يعلق الجهاز لأنه عندي كثير برامج. فهمتوا الفكرة؟ حتى الجسم كامل يعني لما أجي أسوي مستطيل كامل على الجسم بتلاحظوا نفس الشيء، هذا الشيء أكيد يعني علميا مدروس. نفس التقسيمة بتلاحظوا واحد اثنين ثلاثة. وهذا درس الجسم. الحين الساعة عندنا 8:45، ضروري نتكلم عن البرنامج. أي حد عنده أي سؤال في هذه الدقيقة إن شاء الله. بما أنه ما عندكم أسئلة، في أسئلة؟ بما أنه ما عندكم أسئلة بتكلم على السريع، لو حبيت أغير مثلا الشكل قبل أن أتكلم عن البرنامج لأن البرنامج سهل. لو بغيت أغير شكل الجسم لاحظوا على السريع برسم مثلا الصدر هنا بشكل أكبر، برسم الصدر أكبر يعني أعرض القصد، وبرسم الدائرة على حسب النسبة بتكون تحت، وعلى حسب النسبة كذلك المفترض أنها الرجل بتكون لحد هنا. ليش؟ لأني أنا جالس أرسم شخص يعني عليه جسم ضخم، فبتلاحظوا جسمه بهذه الطريقة جاي، كل ما نزلت على تحت يصغر، وآخر شيء كذا. نفس الشيء بالنسبة لليدين، بتلاحظ يدين نازلة ما مثل اليدين العادية، بتلاحظ يدين نازلة. ليش؟ لأني أنا أرسم رسم كرتوني يعني طبعا في الواقع مختلف، فبتلاحظ على طول تشكل عندي لما أجي أسوي النسبة على طول يطلع مرة مضبوط 100%. شكل ثاني مثلا خلنا نكون 200، أسوي الدائرة تكبر والمستطيل يصغر، ونفس الشيء عريض. ليش؟ لأن قلت أنا 200 طبعا، فنفس الشيء كأني أضغط كما يوم أرسم شخص يعني قصير. بترسم الكرش نفس الشيء، القدم بتكون عريضة واليد بتكون صغيرة، فيطلع عندي بهذا الشكل. واليد تكون العكس، عكس اللي هو على الجسم بتكون صغيرة. إذا أبغى أرسم قصير أو طويل هذا نفس الشيء، بس بيتغير الرسم كامل. يعني خلاصة الكلام إنه هذا الأساس، وبعد التعديل يتغير بالكامل ويطلع عندكم الرسم مضبوط. هذا بالنسبة لرسم الوجه. أول شيء تكلمنا عن رسم الوجه، وثاني شيء عن الجسم، والحين إن شاء الله نتكلم عن البرنامج. طبعا البرنامج خفيف جدا، حجمه حتى صغير، وبتلاحظوا لما تنزلوا البرنامج بتلاحظوا أنه ينزل على طول سريع. واجهة البرنامج نفس واجهة الفوتوشوب، نفس واجهة البرامج الثانية. في هنا اللي هو
المنطقة الخاصة بالتكبير والتصغير كامل الجزئية هذه، سواء كبرت صغرت تلف يمين يسار وترجع كما قبل، هذه الجزئية كامل يعني تتحكم فيها من هنا. بالنسبة للشرائح نفس الشيء، في بوكس هنا خاص للشرائح، وفي نوعين من الشرائح، الشريحة الأولى اللي هي فاضية، هذه هنا شريحة فاضية، وهنا شريحة ثانية مرسوم عليها قلم. الفرق بينهم أنك لما تضغط على الشريحة الفاضية تطلع هنا عندك أدوات، وتقدر تضيف أدوات بعدين وحدك على راحتك، تطلع عندك أدوات. لما تضغط على الشريحة اللي فيها قلم مرسوم قلم عليها تطلع عندك أدوات مختلفة، وهذه الأدوات اللي راح نستخدمها في الرسم إذا كنت أنا أرسم بالماوس، اللي هو الكيرف واللاين وأشياء تتعلق في هذا الخط، يعني الرسم بالخط خلنا نقول لاين وورك، اللي هو مثل ما تعرفه العمل على الخطوط أو شيء ما أعرفه إيش الترجمة بالضبط، لاين وورك يعني شريحة الخط أصلهم. طبعا بتقدر تغير في لون الخط، بتقدر تغير في حجم الخط حتى وإن كنت راسم منه، بتقدر تغير في حدة الخط. مثلا أنت تقول والله أنا أرسم الخط بالماوس فما يجي عندي، ما يجي عندي مضبوط من النهاية من البداية والنهاية، يجي عندي خط سيدة. طبعا هنا في أداة تسمى برشر، بتضغط على نهاية الخط وبتعدل، بتعدل على الحواف. نفس الشيء مثل ما قلت لكم، اللون بغيت أغير اللون أقدر أغيره، أضغط عليه تغير، هنا أغيره، بغيت أغير المقاس الحجم يطلع لي هنا عندي الأحجام، ونفس الشيء هنا فوق وأغير في الحجم يتغير كامل. طبعا يتخبص لأنك ما مسوينه من البداية، خلنا أقول كذا ما مسوينه قصري في عمل كبير، وعلى حسب الحجم اللي تختاره. في أشياء ثانية هنا عندي إدت، نفس الشيء تعدل في الخط، تحذف الخط، تنقل الخط، سوى أشياء يعني يمكن بتستمتعوا في البرنامج، في كثير خيارات. على راحتكم يعني اشتغلوا عليه وبتشوفوا الخيارات المتوفرة، وفيه خاصية ممتازة الحين بشرحها وهي اللي راح تسهل العمل كامل. لما أسوي شريحة الخط أختار هنا عندي اللي هو الخط نفس الشيء وأبدأ أرسم. لاحظوا لما أرسم فتقدر ترسم بشكل سريع، أنا الحين أرسم اللي هو يعني بشكل سريع ما بالدقة، فلا تهتموا، أهم شيء تعرفوا الفكرة لحد باكر إن شاء الله بنشتغل عليه. يعني حتى وإن كنت أرسم بالماوس أموري طيبة. في سؤال أستاذ، من وين تحصل هذا الأداء؟ إذا ممكن بس بالبطيء تشرح لهم الفرق بين اللي هو التولة. هو يعني بس أشرح لكم على أساس باكر بنشتغل عليه وبتعرفوا، يعني بس أشرح لكم الفكرة. الأداء إذا جلست أشرح يعني الحين يمكن ما بتذكرها، لما تفتح البرنامج بتعرفها على طول. في هنا شريحتين، شريحة فيها القلم وشريحة بيضة فاضية، شريحة هذه فاضية، شريحة اللي فيها القلم فيها أدوات، تنزل تحت بتحصل هنا كير ولاين. هذا هو سؤالها إذا جوابه إذا بتحصليها في الشريحة اللي فيها القلم. أيوة بس هذا باكر بنتكلم عنه عادي يعني ما تخاف. أيوة بالتفصيل، بس ممكن يعني حتى ممكن يأخذوا فكرة اليوم على أساس إنه يتدربوا على حد بكرة. ايوه بس على اساس اخلص الدرس، خلوني بس اكمل لانه ضروري. اخر نقطه هذه، لما اسوي الخطوط الرسم سريع اقدر اعدل على راحتي، اضغط شيفت هنا كنترول مش هذا، اختار طبعا الخط واعدل على راحتي الزوايا، واقدر اتحكم في الخطوط بالكامل، بالاضافه الى اني اقدر اختار هنا العصا السحريه فوق هنا تحت الالوان مباشره بحصل عصا سحريه وأحدد، هذا مش تلوين هذا تحديد، يطلع عندك بالأزرق. لما أحدد أنزل تحت في الشريحة البيضاء أسوي شريحة خاصة بهذا اللون، أنا باغ ألون هذا الشكل المحدد فألونه في شريحة خاصة، ومثلا خلنا نقول لون الشعر الأسود يكون بهذا الشكل، ونختار البنزل وألون
خلني ألون الوجه، نفس الشيء أرجع لللاين وورك شريحة الخط، أختار العصا السحرية، أحدد الجزئية اللي أريد ألونها، وأنزل تحت شريحة ثانية مرة ثانية، وأختار بنسل، وأختار لون الوجه. شفتوا كيف السرعة في الرسم؟ الحين آخر شيء أسويه أشيل التحديد، أضغط على ذا المربع، أضغط خارج، خارج العمل. شلت التحديد وأسوي لاين وورك بالإضافة إلى لون الوجه ولون الشعر في جروب واحد أحطهم. ليش؟ عشان أقدر أحرك العمل في أي مكان. مثلاً لما أفتح ذا الجروب باكر بنرسم العيون، العيون بتكون وحدها جروب، الأنف بتكون وحده جروب، وكل هذه الجروبات، كل هذه المجموعات بتكون تحت مجموعة واحدة اللي هو مثلاً خلنا نقول الوجه. باكر إن شاء الله بنشتغل بهذه الطريقة والرسم بيكون جداً سهل، بنرسم مع بعض ويعني بنستخدم الماوس واللي عنده اللوح هذا التابلت عادي يشتغل على التابلت، وإن شاء الله بيكون الدرس جداً ممتع. بنشتغل على العيون، أشكال العيون إذا حصلنا فرصة، وأشكال الأذن، الأنف، الفم على حسب المجال، يعني الشعر بنرسمه وممكن نرسم كمة على طول عشان نختصر الوقت. هذا بالنسبة للدرس كامل، ويعني إذا عاد حد عنده أي سؤال أي استفسار يتفضل مرة، يعني حتى إذا تبغوا تعرفوا عن البرنامج عندنا الوقت الحين خلاص. تفضل. أيوة، إذا عندكم أي سؤال تفضلوا اليوم، بس لا تخافوا مرة حضر بيعيد شرحه بالأدوات كامل بكرة إن شاء الله، بنشتغل كامل على الوجه فقط. الحين عندنا فرصة ترى 7 دقائق، ما شوية، 6 دقائق. أنا عندي ما شوية، عندي سؤال بالنسبة لو كان أنيميشن، يعني تستخدم برنامج أخرى طبعاً الأنيميشن غير هذا بيكون؟ أيوة، إذا أنيميشن أستخدم اللي هو الأنيميت سي سي مرة الأدوبي، لأنه برنامج يعني ممتاز. في برامج ثانية في الآيباد بس ما استخدمتها. طيب، بس بالنسبة لتحويل الليرات من هذا البرنامج يعني يتحول نسيد الأنيميت ما في؟ أيوة، لأنه أنتوا عندكم النظام، النظام التعليم عندكم كذا. لحنا نستخدم أنيميت في التعليم هي. بس قصدي هل في توافق ما بين، يعني لو مثلا ما في توافق، ما في توافق. ليش؟ لأنه الانستليتر اللي هو تعرفوه يعني ما يتغير الحجم. أيوة. بينما أنت إذا ترسم الجزئيات هذه على برنامج الساي وتكتن كلها على الأنيميت سي سي بتلاحظ البكسلات مرة واضحة، بيخترب عليك الرسم. يعني هذا مش فيكتور بيست هالبرنامج؟ مش فيكتور، لا. أوكي. طبعا في التحريك أنا أفضل أنك ترسم على الجهاز، لأنك أنت الحين مرحلة متقدمة تشتغل، ممكن أنك تشتغل على حسب النظام في الجامعة أكيد، وأكيد أنه هو فعال، بس يعني أنت مش أفضل شيء. الورك فلو مالك يعني تستخدم ترسم في الانيميت لما انا ارسم على طول في الانيميت، ومثلا اذا في جزئيات ثانيه انزلها من الانترنت، يعني تستلزم اني انزلها على برنامج الستليتر وانقلها تكون جاهزه. شفت كثير شباب نفس الشيء، ويمكن هو فريق او شركه يشتغلوا بهذه الطريقه ويطلع الشغل عجيب جدا اللي هو اللي خبرتني عنها يعني. أيوة، بس في النهاية يعني أشوف إنه إذا تحب تكون فنان أفضل ترسم بيدك بخط يدك، تميز يعني شغلك. أتوقع صحيح. حتى eventually يعني كما قلت الفريم باي فريم أنيميشن هو الأساس. هو فريم باي فريم، بس يعني مثلا إذا رسمت الوجه بترسم شريحة واحدة، أو العين شريحة العين مثلا بتسوي لها 5 شرائح، خلاص هي نفسها كل ثانية. مثلاً في الثانية رقم 5 هي نفسها في الثانية رقم 10، ما بيكون رسم يعني ثقيل، عادي بيكون خفيف الرسم. أيوة واضح، هو في الأنيميت واضح الفكرة، بس على بالي أنه ترندر الشغل مهنة اللي هناك. على بالك ويش؟ على بالي أنك تأخذ الشغل هذا على الأنيميت وتعمل له التحليل. لا صعب، صعب ما يضبط. طبعاً
عشان بس توضح الفكرة، بعضهم يشتغلوا فريم باي فريم، مرة 100% فريم باي فريم. هو الأنميات لا عندك ذا خيار ممكن تشتغل عليه، بس في خيار ثاني يعني تشتغل فريم باي فريم في جزئيات معينة، مثلا العين فقط تتحرك وبعدين هي نفسها العين تتكرر في كل رسم، الشعر يتحرك فقط 3 فريمات أو 4، نفس الشيء في كل الفيلم حتى عادي يعني إذا تسوي فيلم وكذا. باقي الحركات يعني ممكن تستخدم اللي هو العظام، حركة العظام، وممكن تستخدم حركات ثانية في الأنمي سي سي، ما بالضرورة أنك ترسم الرسم فريم باي فريم بالكامل. صح، بالنسبة للرسم سكتش في ورقة وندخل البرنامج وعاد نعدل فيه اللي يسأل هذا السؤال، هذا اللي أريده، أنك ترسم سكتش اليوم بالوضعية اللي تريدها، مثلاً الوجه والجسم مع بعض، بحيث أنك لما تجي ترسم باكر الوجه خلاص الوجه جاهز عندك، تجي ترسم بعد باكر الجسم، الجسم جاهز نفس الشيء، وتدمجهم مع بعض في آخر يوم اللي هو بعد باكر، ويطلع من البداية انته مخطط صح يعني رسمك كيف كذا، لأنه باكر فقط بنرسم الوجه. يفضل أيوة ترسم على الورق وتنقلها. حد عنده سؤال ثاني؟ طيب في سؤال ثاني ولا نختم؟ أستاذ، يكون الشخصية الكرتونية عمانية أو إنه عادي يعني؟ هو إن شاء الله، أيوة إن شاء الله بنرسم شخصية واحدة بنشتغل عليها كلنا، بس عندك الأريحية أنك تغير في المقاسات، تغير في الوضعية. إن شاء الله بنرسم، إذا ما ناسبكم نرسم ولد عادي خبروني، بنرسم ولد لابس كمة أو غترة، بنحدد عادي باكر اللي يناسبنا، وبنسوي في النهاية من خلص الشخصية كامل بنرسم، أو بنجيب صورة نظارة، أفضل نرسمها طبعاً، صورة نظارة VR بشكل يعني متطور، يكون فقط نظارة وعيونه طالعة، ونسوي فوق الشعار، شعار اللي هو عمان 2040، عشان يعني يكون تقدر تسوي لهم منشن ويكون شيء مهم، يعني الرسمة تكون فيها قيمة. طبعاً دائماً لما تشتغل على فكرة، إذا كان سكتشات عادي رسم أي شيء، بس إذا تبغى العمل يكون مميز ضروري تكون فيه فكرة، وهذه الفكرة تكون فيها قيمة. في المسابقة طبعاً ضروري إحنا نرسم رسمة واحدة، وكل واحد بيتميز بطريقة. مرة ثانية اللي يسأل في المسابقة أي شيء عادي، مثل ما قلت قبل شوية، بنرسم الرسمة مع بعض، كل حد يغير على راحته الوضعية اللي يريدها، الملامح اللي يريدها، بس الأساس هو واحد، بنختار مثلا إما غترة أو كمة، وفي النهاية يحتاج نفس النظارة. فمثلا في شخص بيرسم إنه حاط يد إيده حاطنها على وجهه كذا وماسك النظارة، يكون مستعد. في شخص مثلا بيرسم إنه فاتح كذا يده كأنه يشوف خيال يعني مثلا في النظارة، في شخص مثلا بيرسم انه كذا من كفة يديه، فكل حد يرسم بطريقته، وانا نفس الشيء برسم بطريقته، واللي يحب يرسم مثلي ياخذ راحته، فكل حد يرسم على راحته افضل. بس شخصية واحدة نختار، مثلا هل لابس كمة غدرة، الالوان نفس الشيء، الجلد مثلا، البشرة، كل حد يختار اللون اللي يناسبه، الالوان، العيون، الاضافات الثانية على راحته، لكن العمر افضل نحدده انه يكون طفل يعني أفضل. ونفس الشيء يعني الجسم يكون ستاندرد العادي، الجسم العادي ما يكون يعني جسم مختلف، عشان ما تواجه واجد صعوبات. حد عنده سؤال ثاني؟ الحين ضروري نستخدم النسبة الذهبية في رسم شخصيات كرتونية، لأن اللي ظهر معنا أن أيوة. بعض الأحيان يعني في الشخصيات الكرتونية يظهر أن السايز مال الرأس تقريبا يكون مرتين من البادي، يعني البادي أيوة. مع الرأس تقريبا بنفس السايز، يعني الرأس قصدك جزء والجزئين 2 و3 يكون الجسم. أيوة كذا قصدك. أيوة. أيوة. أيوة بالضبط، وهذا اللي بنشتغل عليه إن شاء الله، كذا كذا يعني الشغل بيكرم باكر، بس ما ضروري
ليش ما ضروري عشان نشوف من اللي بيبدع في الرسم؟ يعني أنا برسم وإذا اللي بيرسم معي عادي الأمور طيبة، ولا يبغى يبدع على راحته، بس نتفق إنه مثلاً نرسم واحد لابس غترة. ليش؟ لأنه بنرسم بعدين نظارة في الأخير من خلص الشخصية، بنضيف نظارة. أو مثلاً نرسم واحد لابس كمة وطالع شعره كذا مثلاً على جانب، أو كمة وشعره مثلاً ما طالع كذا، يعني نتفق على شيء واحد مرة يكون كلنا نرسمه، على كل واحد يتفنن على راحته. واضح الموضوع ولا تحتاج زيادة توضيح؟ أنا عندي استفسار بعد. تفضل يا ماني. يعني الحين نحن نرسم في هذا البرنامج الشخصية الكرتونية، ويعني على حسب معرفتنا أن هذا البرنامج ما يدعم الأفتر إفكت أو برنامج الأنمي، أيوه. فكيف نستفيد نحن من هذا الرسم؟ يعني في وش راح نستفيد؟ بالنسبة للدراسة، يعني كيف تستفيد في الدراسة؟ يمكن تكون فائدة بسيطة، لكن ممكن ترسم الخطوط على هذا البرنامج وتنقل الخطوط إلى الإنستليتر وتحول الخطوط هذه. في هناك عندكم، نسيت وإيش بالضبط لأني قليل أشتغل عليه، في هناك عندكم خانة تضغط عليها كذا هيكونة ويتحول الخط عندكم، تقدر تعدل فيه، يعني النقاط تظهر عندكم وتقدر تعدل وتقدر بالثالث لون. يعني لايف تريس ممكن وتظهر اللاين موجودة، يعني ما أعرف بالضبط. واضح ماني؟ اسم الأيفون. بس تقدر يعني تستفيد من حركة الخط. هو أهم شيء الخط، أنك أنت ترسم بسرعة، بس تليتر لما تجي ترسم الخط يمكن تواجه الصعوبة، ما تقدر تطلع الإبداع والفن اللي عندك. هنا الخط ترسمه يعني مثل ما تريد، يعني السهولة هنا في الخطوط اللي هي ممكن نقول البرش أو البنتول أو البنسل اللي موجودة في الأدوات الإلستريتر، يعني هذه هنا يعني تعطيك أريحية أكثر في الرسم. أيوه. مثلاً ترسموا مثلاً سكتش المبدئي هنا، وإذا ناويين إنكم مثلاً تحركوه في الأنيميتر ولا في اللي هو تعملوا أنيميشن على الشخصية، ممكن ترسموا بالديتيلز أكثر في الإلستريتر. وبعدين يعني أنا أشوف إنه من هذه الدورة يعني القواعد هي أهم شيء في الرسم، ما مهم البرنامج اللي بتستخدمه. في نقطة مهمة، يعني إذا كنت بترسم على نظام واحد اللي هو عن طريق الاستليتر مش برنامج مخصص للرسم، يعني هو أكثر شيء للتصميم، أنت تصمم جالس الشخصية وبالفعل الشخصية تصمم بعدين ترسم. إذا تبغى في شيء إبداعي شيء جديد، ضروري أنك تتجه للرسم. الحين لما ترسم بيطلع شغلك مميز غير عن الأعمال الثانية. بتلاحظ في المشاريع غالباً، يعني مشاريع طلابية، بتلاحظ كأنه شخص واحد مشتغل عليها. ليش؟ لأنهم كلهم يشتغلوا على نظام واحد وعلى برنامج واحد، بينما اللي يشتغل على أكثر من برنامج ويبدع، يعني يجيب هذا وهذا وهذا ويسوي خلطة واحدة، بيطلع بشكل وبعمل يعني جداً ممتاز. للعلم بس أنه في أشخاص يطلبوا مني أني أسوي مشاريعهم لو أنه المفروض أني ما أسوي، بس عادي أساعدهم وأشتغل على المشاريع وتطلع بالفعل مشاريعهم مميزة. طبعاً غشهم، وما أقول لكم كم سووا الشيء، لكن أيوة بس إذا جايوك طلابنا لا تساعدهم أستاذ، لأنهم هم توعد خلاص يصيروا خبراء. إذا جايوك لا أنا طلابكم بالتحديد مستحيل أسوي، بما أني سويت دورة مستحيل أسوي خلاص المفروض مستفيد. أيوة. يعني من الموضوع، أيوة، بس عشان أوضح لكم مدى أهمية يعني هذا الموضوع، أنك أنت تستخدم أكثر من برنامج، تبدع، يعني تخرج من مجال اللي هو الإلستريتر فقط. إضافة يعني بالنسبة لسؤال أماني، يعني إيش الفائدة منه؟ ترى هو الرسم، الرسوم المتحركة أو رسم ستيل إيميج فقط الكاركتر لوحده كذا يعتبر يعني فن قائم لحاله، فما بالضرورة إني والله أنا رسمت كاركتر إني أحركه، ممكن فقط أيوة. بوستر أيوة. كاركتر دعاية لشيء معين، ما بالضرورة أيوة. إني أخذه لشيء للتحريك نعم. مثلا لا لأنه فن قائم بحد ذاته في مثل هذه السوفت وير، بتحصلي كثير من هذه السوفت وير. انا بعطيك نقطة، بما انك ذكرت يعني ذا الموضوع، يعني موضوع طريف صراحة. بعضهم بيرسم بوستر
كفنانين يعني يرسموا 80 ريال فما فوق. طبعا في فنانين يرسموا 15 8 ريال، لكن احنا نتكلم عن الشيء الابداعي، بيرسم بمبلغ 80 ريال خلنا نقول بالعمدة قيد الارقام. بينما بتلاحظ انه شركه ثانيه، شركه مع انها شركه ترسم الانيميشن او تطلبه من الخارج ب 80 ريال يوصلهم ويبيعوه ب 120، يعني بعدهم ما هم يسووا يبيعوه ب 120. فلاحظ الفرق، الحين تشتغلت على انيميشن هنا كامل لكن قيمته اقل عن البوستر اللي فلان مسوي لنا. ليش؟ لانه هذاك البوستر فيه قيمه بطريقه او باخرى، هو سوى قيمه للبوستر. على سبيل المثال انك ترسم شخصيه كرتونيه لشخص مشهور مثل اللي هو صاحب الابل من اللي اسس شركه الابل، نسيت والله، ستيف جوبز ولا وش، ستيف جوبز، ترسم شخصيه مشهوره مثلا، هذا اكيد بتكون قيمه هذا الرسم اكثر عن شخصيه مبتكره ما حد يعرفها ولازم تجالس انك يعني تعرف الناس عليها. فكذا يعني الفائده موجوده، الفائده في كل حال من الاحوال يعني موجوده. اذا حبيتوا انه اعرض انيميشن عادي، الامور طيبه، بس يحتاج ابحث ادور يعني في الملفات لاني ما مجهز لها. تفضلوا اذا حد عنده اي سؤال. هو في طلب انك تعرض الرسمات، ممكن تعرض هذا لأستاذ الرسمات عليهم على أساس إنه يشوفوا. إن شاء الله. ممكن بعد تابعوا في الإنستغرام كريبتون، ممكن نحط اللي هو إذا دخلتوا الكود الكلاس روم لقسم التصميم حين أنا رسلته، أنا بحط كامل ديتيلز مع التسجيل مع ومع حساب الإنستغرام للأستاذ، بيكون موجود إن شاء الله. لاحظوا هذه الرسمة، جودة الرسمة، بس هنا لأنه بث يعني ما أقدر أرتفع وأنزل على راحتي، بس لاحظوا جودة الرسم بما أني أقدر أسوي زوم. بس هذا لاحظوا، هذا بالبين تول ساي، في معلومة منتشرة أنه الإنستليتر يعطيك الرسمة مرة بجودة عالية، حتى أي كان يعني تسوي زوم إلى أي حد بيكون واضح. طبعا صحيح المعلومه، لكن هذا ما معناته انه البرامج الثانيه ما توضح. شوف انا الحين سويت زوم مره، كل شيء واضح، كل خط صغير واضح مره، كل جزئيه، فعادي ممكن استخدم اي برنامج، بس اهم شيء الكواليتي. باكر بنذكره ان شاء الله لما نسوي شريحه. يمكن لا نستخدم بعد هذا. تفضلوا إذا حد عنده أي سؤال. أمور طيبة مرة. شوفوا هنا المبالغة في الرسمة، مع أنه فيه مبالغة يعني في الرسم، أنه الشخص اللي رسمته طويل مرة، إلا أنه تحس الرسم متناسق. لما رفعتها يعني كان حد يكون مثلا راس صغير، حد ينتبه لليدين يكون اليد كبيره، قدم يعني كبيره واجد يعني مره، لكن بعده ما فقدت الجماليه اللي فيها الرسمه. ليش؟ لانه ماشي على الاساس، هنا والله مستطيل، هنا دائره، بعدين هذه الدائره كذا حركتها، بعدين سويت الوضعيه، رسمت اللي هو المفاصل بكذا كذا كذا نقطه، ورسمت الكف والقدم والراس، مهما غيرت الرسمة تطلع جميلة يعني حلوة. ليش؟ لأنه الأساس حلو، يعني أنت مشيت على أساس واضح. هنا بعد هذه الرسمة أنا رسمتها، وبعد فترة كذا واحد سوى سكرين شوت على الرسمة ستوري، وجلس يسوي يتأكد، يعني هو لاحظ ذا الشيء وجلس يتأكد، سوى اللي هو النسبة الذهبية، جلس ارسمها وحده. طبعا انا ما اني اشتغلت على النسبة الذهبية اساسا،
كذا والله من البداية جيت أسوي الرسمة وأشتغل عليها، أنا باغي يكون مرة النسبة 100%. لا، مع الوقت بتكتسب المهارة وبيكون هذا الشيء طبيعي تلقائي. لاحظوا الحين، بتلاحظوا أنه شكل الكرسي هو نفسه شكل الجسم، مرة هذا شكل الجسم، هذا شكل الجسم، وهذا شكل الكرسي، كأنه نصف لصق. هذا نفس الشيء يعتبر داخل من ضمن النسبة الذهبية. نفس الشيء الأبعاد، 1 2 3، 1 2 3، حتى كذا يعني بهذا الشكل نفس الشيء، 1 2 3، 1 2 3، نفس الشيء العرض من فوق والعرض من تحت. مع الوقت بتكتسب المهارة وبيكون هذا شيء طبيعي، يعني انت وترسم يضبط عندك على طول. لاحظوا هنا الفرق في هذه الرسمة، بتلاحظوا الشخص اللي في النص شوية يعني وجهه طويل، والشخص اللي في اليمين أو اليسار متين، والشخص الثاني يعني كأنه مربع وجهه كذا. طبعا هنا في الرسمة واجد أخطاء لأنها كانت رسمة سريعة، بس هنا في الرسمة حاولت أوضح الفرق بينه وبين يعني بين هذه الشخصية وبين هذه الشخصية. نفس الشيء بالنسبة للبنات، هنا حاولت أوضح الفرق نفس الحركة الأولى، لكن نفس الشيء إضافات سويت مثل النظارة، مثل ستايلات وكذا الأشياء اللي نشوفها، فحاولت يعني أجيب من هذه الأشياء عشان الفرق نشوف. هنا في رسمتين بعد، هنا الرسمة تعبر عن اللي هو موجود في الكون اللي هو السديم، تعرفوا السديم؟ فأنا رسمت رسمة كامل تعبر عن السديم. حد ما يعرف السديم؟ السديم اللي هو غبار يعني في الكون منتشر في بقعة معينة كذا، وفي ألوان كثيرة يعني متداخلة مع بعضها كذا، شيء أزرق أخضر أحمر كله على بعضه كذا وأصفر. فأنا رسمت السديم على شكل شخصية كأنه مخلوق فضائي كذا. فبعد ممكن أنك ترسم المعنى. هنا بلاك هول اللي هو الثقب الأسود، نفس الشيء رسمته على شكل شخصية كأنه شيء شخص مرعب وظلام يعني وقوة يعني جسمية، فرسمت المعنى على شكل شخصية. وكثير شخصيات بتلاحظوا بتحصل كثير يعني أشكال. هذا كل شيء، وإذا عندكم أي سؤال أي استفسار تفضلوا وإن شاء الله ننهي الدورة. آخر ثواني نستقبل أي سؤال. طيب أتوقع يعني واضح للكل، ممكن بكرة إن شاء الله نبدأ في البرنامج. أتمنى بس اللي عنده مشاكل في البرنامج ممكن يتواصل على إيميلي، حطيت لكم في الشات اللي هو كود الكلاس روم، ممكن تدخلوا عليه على أساس أنكم توصلوا للمحاضرة المسجلة، وبعد حطيت اللي هو حسابات أستاذ سعيد والاستوديو بحالة، ممكن أنه تدخلوا ويعني وتشوفوا الستايلات اللي ممكن أو تستلهموا الأفكار اللي ممكن تساعدكم في سكتش لبكرة إن شاء الله. أهم شيء إنه باكر لازم مسويين تكونوا سكان أو مصورين سكتش، ولأن راح ندخله على البرنامج يكون جاهز وأوردي عشان ما نضيع وقت، يكون في الشات رسلته كود الكلاس روم موجود هنا، وفي عندكم اللي هو كريبتون أندرسكور أم، تأكدي من الشات. أيوة طيب، مثل ما قلت لكم سكتش بكرة إن شاء الله يكون جاهز، على أساس إنه وما تتأخر كثير، على أساس إنه نبدأ على طول برسم الوجه. طيب أستاذ، في عندك أي جزاكم الله خير. أحسنت أحسنت أستاذ، جزاك الله ألف خير وشكرا على وقتك، لو أنه خضينا نص دقيقة. نعم عليك مرة، أنا حاسب وقتي حتى للساعة 10، ما عندي إشكالية. جزاك الله خير. ممتاز، ما تقصر أستاذ، أحسنت، جزاك الله الف. يعطيك العافية. وبكرة. الله. ملتقيين على خير. إن شاء الله. حياك الله. مع السلامة.
يعطيكم العافية.